أرجوكم الحقوني، هو مفيش حد في المكان ده ينقذني من الاتنين المجانين اللي بيجروا ورايا، ودول كمان مصممين على الشقط، وأنا بندة صغيرة والوحدي في الغابة الواسعة دي. بس أخيرا بيظهر شخص وبيتفرج على اللي بيحصل، ياريت بقى يقرب ويتدخل لأني خلاص اتفرهدت على الآخر. مش معقولة أمنيتي اتحققت، وفعلا بيقرب وبينقذني، وده باين عليه إنه محارب شجاع وقوي. ينهار أبيض، ده كمان أمور قوي. وبطلنا الوسيم وهو يوهان، من اللحظة دي سهم عينيه بيسيب قلب بطلتنا الجميلة سو، وهي من شوية حصل لها اللي عمره ما خطر أبدا في بالها، والأسباب خفية وسحرية. أخدت صدمة عمرها ولقيت إنها هي نفسها الباندا كيوت اللي قدامنا، ولما بنرجع لها بتكون سو عايزة تجري على الأمر اللي أنقذها وتحضنه، بس هي دلوقتي قدامه باندا صغيرة وكيوتة، فبتبص له بعيونها وبتقول وأنا هوصل له إزاي ده دلوقتي علشان أحضنه. فبتلقاه هو اللي بيشيلها وبيبص لها وكأنه بيكتشفها، وبيقول أنا الأمير يوهان، عمري ما شفت مخلوق زيك قبل كده. وهي بتقول ده كمان طلع امير، ازاي اقدر امنع قلبي انه يقف؟ عامة انا دلوقتي برضو باندا كيوت واقدر استعمل كياتي في اني استحوذ على قلبه، بس ده اللي بيحصل مع امرنا الوسيم عكس كده خالص، وبعد ما بيبص لها شوية بيرجع وبيسيبها، ولا كياتة نافعة ولا لطفة فارقة مع امرنا. بالذمة حد يقدر يقاوم الكياتة دي كلها؟ وهي بتقوله في نفسها لا اوعى تسيبني هنا لوحدي، ارجوك خدني معاك، وبتبص له بعيونها الحلوين وماسكه فيه على الاخر، ودي بتعيط كمان. واخيرا احساس امرنا بيكون في محله وبيقول هو انت عايز تيجي معايا؟ وباعلى ليفل في الكياتة بتبص له، فبيمدلها ايديه وبياخدها معاه. وبطلتنا الجميلة سو او الباندا كيوت بتحس بالفرحة وبينها كده هتاخد فرصتها. اما دلوقتي فبنشوف الامير على حصانه والباندا كيوت معاه، وبتلفت انتباه الطفلة الصغيرة فبتجري بسرعة تتفرج عليها، لكن الأم بتخاف وبتمنعها وبتقول لها أحسن الأمير يعاقبنا، وشوية وبتبدأ النميمة، وبأنه الأمير الكل بيترعب من قوته لدرجة أنه بيحكوا عنه أنه الأمير الشيطان. وهي سمع كل ده وبتبص له وهو ولا على باله وتقيل قوي، فبتقول ما ينفعش أنه الأمير اللي أنقذني يكون شرير أبدا، وأنا لازم أغير رأي الناس فيه. والكل باصص للباندا كيوت، فبتقرر تعمل كده حركة بهلوانية وتقف على راس الحصان ونازلة تنطيط وشقلبة، وبنطة من الباندا اللولبية بتبقى على راس أميرنا، والمنظر بيصدم الكل والجميع وقف بيضحك وبيتفرج. لكن طبعا أميرنا على آخره من هيبته اللي الباندا ضيعتها في ثانية، وبيحس إنه فاضله شوية، وبيبقى كأنه بيعمل عرض آخر مسخرة مع الباندا، الحل الوحيد اللي بيعمله انه بياخدها وبيشيلها يخبيها في هدومه. ودلوقتي هو ما بيصدق يوصل لقصره، واول حاجة بيعملها انه بيحدفها على الارض. مسكينة الباندا الغلبانة وكان قصدها خير يعني، فبتقول اهدى هو حصل زلزال ولا ايه؟ وامرنا بيقول لها كنت خايف لا تكوني غرقتي، وهي كانت عاملة له فيضان من الرعب اللي حصل لها، وبيروح ينظف نفسه، فبتحس بندتنا بالكسوف من نفسها، وهو مش سايبها في حالها وبيقول لها قوليلي اعاقبك ازاي على بهدلتك ليا ولهدومي. وبيفضل امرنا الوسيم يقرب منها شوية بشوية، وهي بتقول له في نفسها مش لازم تقرب قوي كده، ازاي اخليك تلاحظ اني بنوتة وتبطل تكسفني كده؟ وبندتنا بنكوية وكيوتة والكسوف عامل عمايله معاها، بس برضه بتتصرف وبتزقه بايديها في وشه، وأميرنا بيتأثر من الرقة اللي معدية، أما هي فقلقانة وبتقول أنا خايفة ليكون اتضايق مني. وفي نفس اللحظة أميرنا بيقول مش معقولة أنا حاسس إن كأن الباندا دي بتفهمني وعايز أتأكد، فبيقول أنا لازم أقتل الباندا دي وأخد فروتها. والباندا المسكينة بتفهمه وبتتفزع على الآخر، وأول ما بتترعش قدامه ده بيأكد له ظنه وبيقول دي فعلا بتفهمني، وبيبتسم في وشها
وشها، وصاحبتنا مش قادرة تمسك نفسها من وسامته، وهو بيفضل ماسكها كده بين ايديه، وبيسمع أميرنا صوت بطن الباندا الكيوت بتبين انها جعانة، فبيسألها اذا كانت جعانة، وهي بتقول في نفسها هو انا ليه بفضل مكسوفة طول ما هو قدامي، وبينادي على الخدم، فبتقول اخيرا هيأكلني، اكيد امير زيه الاكل عنده حاجة كده روعة، فبيصدمها وبيقول لها المخلوق الصغير ده اكيد بيحب ياكل العشب زي الارانب، وهي بتزقه وبتقوله حرام عليك ده انا هموت من الجوع، وتقولي اكل عشب، وبتقعد صاحبتنا قدامه عماله تتنطط ومش ساكته ابدا، فبيقول لها خلاص فهمت، وبيأمر الخدم يحضروا لهم وليمه كبيره، وفعلا بنشوف قدامهم كل الأصناف الحلوة مترصصة، وهو سايب كل ده وقاعد جنبها يبصلها، وبندتنا هتك يا أكل، وكأنها بتتخانق مع الأكل، وبتتفاجئ بأميرنا بيقرصها، وبندتنا يا حرام بتتلخبط، فبتقلق عليها وبتبوظ الدنيا حواليها، بس الغريبة انه بعد كده مش سايبها في حالها وبيزعق لها، ولما ايديه بتيجي على فروتها الناعمة بينسى نفسه وبيفضل يلمسها، لحد لما بينتبه فبيبعد شوية، وهو لسه برضه بيزعق فيها، فبيخلي صاحبتنا من جواها بتصرخ فيه وعايزة تقوله هو انت لو كنت سبتني اكل في حالي ما كنتش عملت كده، وقاعدة جنبه متعصبة قوي وكيوت قوي، وبتسمعه بيقول حيوان لطيف وصغير جنبي فكرة كويسة، وقبل ما تفرح بكلامه بس يخسارة بيكمل اني لما ازهق منه ممكن يكون وجبتي، وهو بيتسلى لما بيشوف الباندا دلوقتي قدامه وهي محبطة، وبتكمل مع بندتنا لما بيقول ان هو دلوقتي وقت انها تاخد شاور، وقبل ما الخادمة تاخدها بيرجع بيقول لا المخلوق ده هياخد شاور معايا، فبيخليها بتعيط وبتقول هو امتى هيعرف اني بنت وما يصحش كده، لكن أميرنا بيقرر انه يديها شاور بنفسه، ونازل دعك وتخبط فيها، اما هي فمديها عياط ومش ساكته ابدا، وبتسمعه بيقول لو ما سكتش هرجع افكر اخليك وجبتي، وفي ثواني الحال بيتغير وبيلاقيها ساكته ومطيعه قوي، معقوله بندتنا مش بتيجي غير بالعين الحمراء، لكنه ما عرفش ليه بيقرر يزود الشاور شويتين ونازل دعك لفروتها، وهي بيفد بيها ونفسها تهرب من عمايله فيها، واغرب حاجة بتحصل انه بعد كل ده بيقول دي كانت لسه محتاجة تنظيف اكتر، وبندتنا الكيوتة بتكون متأثرة وبتقول مش ممكن وبترفع ايديها، ولما أميرنا الوسيم بيلمسها بتحس صاحبتنا بالكسوف عندها على اخره، بس مع نظرة من عينين أميرنا ولمسته الرقيقة بيبقى الكسوف لذيذ قوي، لكنه شوية وبيصدمها لما بيقول جه وقت الشاور بتاعي، اما هي فخلاص بعد الفرهدة دي كلها قاعدة ومش قادرة، وبتقول ليه يعني الأمير ده ياخد شاور قدامي ده حتى ما يصحش كده، لحد امتى هفضل في نظره باندا صغيرة واخد راحته قدامي قوي، وهي بتخبي عينيها بس شوية، والباندا الشقية بتخطف نظرة كده على الماشي من الامير الوسيم، لا مش كده عيب يا باندا، وهي لما بتبص له بتصدم على الاخر من الجروح الكتيرة اللي في ظهر اميرنا، فبتقول امير الوسيم ازاي يكون عنده كل الجروح دي، وبعد كده بيجي وقت النوم وبندتنا بتشوف السرير المريح والبطانية الناعمة، وهي بتكون من البرد متكتكة وبتقول انا عايزاهم ومستحيل اني اقدر انام على الارض، وبتروح تدور على مكان تنام فيه، فبتتشعبط علشان توصل للهدوم المتعلقة، لكن الامير بيصحى وبيلقاها على الوضع الغريب ده، وهي بتتلخبط على الاخر وكيوتة قوي، فبيمد ايديه وبياخدها، وهي بتقوله وليه كل ده، كل الحكاية اني كنت عايزة ادفي نفسي في هدومك وبس، لكنه بيفاجئها انه بياخدها تنام على السرير جنبه، وصاحبتنا بتقوله في نفسها عايزني انام معاك على نفس السرير ده كده كتير قوي، والكسوف عامل عمايله معاها، لكن ومفيش ثواني وهي بتغير رأيها لآخر درجة، وكل ده علشان السرير الناعم الجميل، وبتقول وأنا ليه أتكسف ده أنا قدامه مجرد باندا صغيرة، وبعد شوية بيكون حالها آخر دلع وهي في حضن أميرنا الوسيم، وبتحس إنها عشان تقدر تنام محتاجة معجزة، بس بتقول بما إني تعبانة قوي فأكيد هروح في النوم، وهي لسه سرحانة في أميرنا الوسيم ليه كانت كل الجروح دي في ظهره ويا ترى ايه سببها.
وبعد شوية هو بيصحى مفزوع من نومه على صوت اتنين منظرهم وطريقتهم اخر غرابة وجايين قصدين امرنا وقصدين صاحبتنا وبيبصلها وهي نايمة. والساحر الغامض بيقول على نفسه انه هو شاطر وانه هو اللي حولها في اول حكايتنا للبندة الصغيرة وبيقول لصاحبه اراهنك انها تنفذ كل اللي هطلبه منها وبيحكي عن الامير انه هو عنده مشكلة وسو هي اللي لازم هتحل عقدته وبيقول له وادينا بنتسلى ده الواد ده باينه شراني قوي وبيقرب منها وبيصحيها وهي بتقوم مش فاهمه ايه اللي بيحصل بيبان على وشها كل علامات الغضب رايحه منها خالص وغلها منه على اخره والسحب يضطر يهديها بانه جاي يرجعها لطبيعتها وصاحبتنا ما بتصدق وبتهدى وبتفرح جدا وبتقول له طيب يلا اعمل سحرك ورجعني بسرعه فبيديها كرة سحرية وبيقول لها ابلعي الحباية دي وانت هترجعي فبتقول له وازاي حتى تسميها حباية وليه عايزني اصدقك وهي بتمسك فيه وفين يوجعك بس في الاخر بتطول بالها اول ما بيوعدها انه هيقدر يرجعها وهو قبل ما بيختفي بتسمعه بيقول لها لازم تخلي مشاعر الامير تتحرك وإلا هتفضلي كده باندة وهي بتصحى وبتقول يا ترى كنت بحلم بس بتتأكد لما بتشوف الكرة السحرية وبتقول ده ما كانش حلم ابدا وبتروح تطمن على دقة قلب الامير وبتصدم لما بتلقاها بطيئة شوية ومحتاجة تتحرك زي ما السحر قال لها وبتقرب من الكرة السحرية وبتقول لازم اجربها وبالعافية بتبلعها وبتحس بطاقة السحر بتلف حواليها وبتغطيها كلها وبعدها بنشوفها بنت جميلة وهي بتكون مش مصدقة نفسها وصاحبتنا الجميلة بتبص بعيونها الحلوة على أميرنا الوسيم وهو رايح في النوم وبتتخيل لحظة رومانسية لكن اللي بيحصل عكس كده خالص وبيصدمها بشكله المفزوع أول ما بيصحى وبيشوفها قدامه فبيخليها هي كمان تتفزع على الآخر وهو بيسألها انت مين وازاي دخلتي القصر بتاعي وعايزة تعترف فبتحاول تجري وتهرب منه وهي بتقول امير اهدى اللي بيصرخ في وش بنت جميلة زيي لكنها بتفشل حتى انها تهرب وهو بيمسك فيها ومش عارفة حتى تفكر تعمل ايه فبتقول كل اللي قدامي اني اعمله وبتخبطه براسها على راسه وبعد ما بيقع بتحس انها كمان هتقع جنبه وبتقول يا ريتني ما كنت عملت كده ده انا تعبانة قوي وبعد شوية بتقع وبترجع تتحول للبندة من تاني. وفي اليوم الجديد أميرنا بيصحى وبيحس بالألم فبيفتكر اللي حصل له امبارح بس ده بيلمح البندة كيوت قاعدة وبراءة الأطفال في عينيها لكنه بيستغرب لأنها عندها نفس الإصابة بتاعته وبتلقاه بيقول المجنونة دي زي ما ضربتني ضربت المخلوق الصغير المسكين ده أنا لو لقيتها هقطعها حتت أما هي فمرعوبة إن هو يكشفها وبسرعة بينادي على رئيس الخدم وبيأمره يزود الحراسة في القصر والراجل اللي بيجي في باله انه في قاتل مقنع هو اللي دخل في القصر وعمل كل ده والامير بيقول في نفسه هتبقى فضيحة لو حد عرف انه بنت هي اللي ضربتني وعملت فيا كده فبيطلع غله في الراجل اللي قدامه وبيقول له نفذ اوامري من غير اي كلام كتير ورئيس الخدم بينحني وبيعتذر له اما بندتنا فلسه سرحانه في كلام السحر المجنون وبتقول هو قال لي انه عايز مشاعر الامير تتحرك بس ما قالليش اعمل ايه بس دي كمان خيالها بيشطح انه ممكن يتاثر ومشاعره تتحرك لو اتعرض مثلا لصدمه كهربيه وبتقول دي بيستعملوها في المستشفيات لكن العالم ده ما فيهوش جهاز زي ده وبتجيلها الفكره تستخدم البرق بس بتفكر يا ترى ده ممكن يقلمه شويتين لكن وفي نفس ذات اللحظة بترجع في كلامها وبتقول بس انا مضطرة وهو كمان شخص جامد جدا وحاجة بسيطة زي دي مش هتضره ابدا وانا حاسة انه ده في مصلحته والله يا صاحبتنا انت بس بتسكتي ضميرك على المصيبة اللي ناوية تعمليها وبعدها أميرنا بيوصل وبتكون قاعدة تبص عليه وبتقول في نفسها كل ما أفكر على اللي ناوي يعمله فيه بحس بالذنب قوي ووشها بريء على الآخر وأميرنا أول ما بيبص لها سهم كياتة صاحبتنا بيسيبه في قلبه وبيسأل عن الرباط الأحمر واللي مزود من رقتها ورئيس الخدم بيرد إنه الطبيب هو اللي ربط لها به الجرح فبيؤمر إنه الطبيب ده لازم يسيب وظيفته بسرعة والبندة بتفتكر بإنه قد إيه كان طيب معاها
وهي، ورئيس الخدم بيزعله وبيقوله هو ليه بيعمل فيه كده، لكن الأمر بيكمل بأنه عايز الباندا تكون هي وظيفته الجديدة. فبيحسوا هما الاتنين سوا أنهم كانوا ظالمينه. وشوية وبنشوفه قاعده على رجله الباندا اللي خلاص أخدت عقله، وبعد شوية بنلاقيها قاعدة وبتفكر إزاي هتقدر تنفذ خطتها، وفجأة بتتفزع لما بتحس بالبرق، وبعد كده بتقول دي فرصتي ولازم استغلها، والليله دي لازم اكهرب الامير الوسيم. والله البنت دي بقى جنانها في حته تانيه. وفي وسط ما هي بتتفرج كده بتلاقي ايد بتشدها، والامير بيقول لها في العاصفة الجامدة دي باندا زيك لازم تدخل جوه، لكنها بتكون اخر شقاوة وهي بين ايديه، وهو بيستغرب وهو بيحاول يهديها وبايديه بيطبطب على فروتها الناعمة، فبيخلي احساسها بالدلع ينسيها نفسها. بس لما بتنتبه بتقول لا ده مش وقته ابدا، انا لازم ارجع لبيتي مهما حصل، وبتقعد تتدحرج لحد ما بتخرج بره بس شوية وبتقول اهدى هو ليه ما خرجش ورايا، ده انا على كده لازم ازودها، وباخر صوت ليها بتديها عياط، لكن امرنا برضو بيكون معاند معاها وشويتين ومقاومته بتضعف قدام صوتها وقلقه عليها، وبيخرج يدور على بندتنا الصغيرة، فبتقول كويس قوي اهو خرج ورايا، واول ما هيلمس الستارة البرق هيقوم بالواجب معاه، لا ده بندا بقى الباتش القوي، وبيفضل يقرب وهي بتقول ان انا خلاص عملتها وهرجع لبيتي حالا، لكن اهدى ده في وسط ما هي سرحانه بتحس بايده بتشدها وبيقول لها يلا كفايه شقاوه بقى، واستغرابها بيبقى على اخره من الراجل اللي البرق حتى ما اثرش فيه، وبتستنى شويه لكن هي خايفه تتكهرب معاه، لكن ده برضه ولا اي حاجه بتحصل. ودلوقتي بيرجع بيها، وفي طريقه للقصر بيسمع صوت السحر المجنون وصاحبه، وهم بيراقبوا اللي بيحصل، وأمرنا يدوب بيرفع سيفه، وأغرب حاجة بتحصل إنه في اللحظة دي السيف بيعمل صاعقة كهربية له هو والباندا اللي كانت بين إيديه، وهما الاتنين بيقعوا سوا متكهربين ومتبهدلين، والسحر وصاحبه بيشدوهم سوا لجوه القصر، وحالتهم خلاص خارجة عن السيطرة، وبندتنا المسكينة بتنام وبتشوف حلم جميل، وهي نفسها البنت الجميلة اللي بتستنى أميرها الوسيم، وبعدها بيعيشوا سوا لحظة آخر رومانسية وهو بيناديها. بس دي لما بتصحى بتحس بالوجع فيها في كل حتة، وهو جنبها نايم وباين عليه انه لسه متكهرب بعد كل اللي حصل له، وهي بسرعة بتحاول تطمن وبتقول ما هو لازم يتأثر ومشاعره تتحرك، فبتلاقي ان حاله زي ما هو، وهي بتصرخ وبتقول بعد كل ده اعمل ايه فيه انا ايه تاني، والسحر المجنون قدامها ونزل ضحك وبيقول لها اهدي انت اللي اتصرفتي غلط من الاول، برق اهدى اللي هيحرك مشاعره، وبيقول لها اسمعيني لما اقولك هو محتاج منك لثلاث كوبلات، ومجرد كلمته بتخليها مكسوفة على الاخر، ودي كمان بتهنج وبتقوله اكيد بتهرج. وكعادتها باندا بترجع في كلامها وبتقول ما فيهاش حاجة لو كنت مضطرة، وقبلة لأمير وسيم زيه مش حاجة وحشة أبدا، وبعدها أرجع لبيتي، فبتقرب من أميرنا النايم وبتبصله وكأنها بتحضر نفسها تجيب هدف، وبعد نفس عميق منها فعلا بتنفذ، لكننا بنشوف وش السحر وصاحبه مبينين المأساة اللي هي عملتها، وهي بتنفجر دموعها وبتقول لهم بلاش تفضلوا بصين عليا كده انا بتلخبط، بند حالها يضحك وساذجة قوي، وبتقف بعدها وبتقول مش لازم اتوتر، وصاحبتنا من جواها اخر خجل، ولتاني مرة بتدي قبلة للامير النايم، وبتقول بعدها اول ما ده حصل انا حاسة انه قلبي خلاص هيقف، اما المرة التالتة فبتكون اسهل واسرع، وبعدها بتنهي مهمتها، وصاحبتنا عينيها بتلمع، وباخر حماس عندها بتقول للساحر نفذت طلبك يلا بسرعة رجعني لبيتي، بيصدمها وبيقول لها بتقصدي ايه مش بسهولة كده.
فبترد بتقول بسهولة: انت مش شايفني اتغلبت قد ايه لحد دلوقتي؟ وبيقول لها: مش بمزاجي، دي شروط سحرية، انه ده يحصل بينكم وانت انسانة ومش باندا، وهو يكون صاحي ومش نايم. وصاحبتنا عندها حق لما بتمسك فيه وبتقوله: وسايبني طول الوقت ده وبتتفرج عليا، انت اللي عملت كده فيا ولازم ترجعني لوحدك. أما الساحر فبيتشطر فجأة وبيشغل سحره عليها وبيقول لها: صدقيني ومش هتخسري، وخليكي معايا وانت هتعرفي. وصاحبتنا سرحانة في كلامه وبتقول: يا ترى ممكن اني اصدقك؟ وايه حكايتي مع امير الوسيم؟ وهنشوف مع صاحبتنا باندا ايه تكملة الحكاية. بنشوف بطلتنا الجميلة أو بندتنا الكيوتة واللي أخدت قلب أمرنا الوسيم بكياتتها وبقيت تقريبا كده أهم حاجة عنده، وبعدها بيظهر لها من جديد السحر المجنون ومعه الحل علشان ترجع من تاني لبنت جميلة، وبيعرفها بشروطه الخفية السحرية. وصاحبتنا بعد منهدة بتهدى وبتسمعه، فبيقول لها: انت بتتحولي لبنت جميلة في يوم واحد وهو ليلة اكتمال القمر، ولازم عشان تفضلي كده تلات قبلات للأمير الوسيم في تلات ثواني، والأمير لازم يكون صاحي ومش نايم، وانتي وشطرتك بقى وإلا هتفضلي باندا طول عمرك. وهي بتقوله كل الشروط دي وبتقول شطارتك، فبيحاول يلحقها قبل ما تتحول عليه، وبيقول لها ومبين لها لغة سحره: على فكرة انت ليك عندي هدية سحرية. وهي اول ما بتفتح بتشوف قلادة سحرية وما حصلتش ابدا، وبعد ثواني بتلاقي مفاتيح كتيرة تنفذ طلباتها، ودي كمان بترجع بنت جميلة وبتقول: طول ما انا هنا هفضل كده براحتي. وبتعرف انه كمان عندها قدرة تخلي الامير يفقد ذاكرته تلات مرات، فبتقول: يا ترى ليه هكون محتاجة أخليه يفقد ذاكرته؟ وبعدها صاحبتنا بتتجنن أول لما بتدوس على زرار دولاب الملابس، وهو أول ما بيتفتح بتشوف ملابس روعة ومترصصة، وبتقول: أهو ده حلم كل بنت. وبتتفرج على فساتين وكلها كده أجمل من بعض، وإكسسوارات ومكياج وشنط وأحذية وكلهم آخر موضة، وبتقول: محتارة أجرب إيه ولا إيه؟ فبتبدأ بلبس الاحتفال وأمورة في لبس كاجوال ومطرقع، وبتجرب استايل الطاووس الصيني ونازلة كده قلع ولبس، وبتقول: ياريت أقضي بقيت حياتي هنا بس دي شوية. وبتفرهد وبتقول: كان لازم يكون بدوسة واحدة هدومي تتغير، أمال سحر إيه بقى؟ وأخيرا بيعجبها قوي إزاي الجميل ده، وتحس كده انها اميرة في نفسها. بس صاحبتنا بتتخض لما بتلاقي انه الوقت سرقها لحد ما جربت الملابس الموجودة كلها، وبسرعة جدا بتجري تروح للامير وهي بتقول: مفيش مشكلة ابدا، كل اللي عليك يا سو تصحيه وتقبليه، بسيطة يعني. وبتقف قدام اميرنا وبتقول: بيكون وسيم اكتر وهو نايم، وانا كمان عملتها قبل كده وانا باندا، لكن ليه مكسوفة قوي كده؟ بس دي بتروح تصحيه باغرب طريقة ممكن يكون حد شافها معرفش ليه، وبتكمل بانه هو نومه تقيل على الاخر. وامرنا اخيرا بيصحى وبيفتح عينيه وهي مش بتستنى وبتقرب منه، لكنه بيصدمها وبيتجنن عليها، بيزق منه وبيبعدها عنه، وهو بيقول لها: انت البنت المجنونة اللي ضربتيني قبل كده. وايديه خانقاها وبيقول لها: المرة دي مش هسيبك تهربي مني ابدا. فبتحس انها فشلت ومفيش قدامها غير انها تخليه يفقد ذاكرته. وصاحبتنا بتصرخ وهي محبطة بانها مش بس فشلت، دي كمان ضيعت واحدة من قدرتها، بس بتحاول شوية وتهدي نفسها وبتقول: مش هغلط تاني ابدا. وبتبدأ من تاني تقرب منه، وبيعدي ثانيتين، لكن قبل اخر ثانية امرنا برضو بيزقها وبيقول لها: انت البنت المجنونة، لكن ده المرة دي كمان بيوقعها على الارض وقع جامدة قوي، وهي بتقعد تعيط لكنها بتحاول تلحق نفسها قبل ما يقطعها حتت زي ما بيستحلف لها، والتاني مرة بتخلي الأمير يفقد ذاكرته. وبنشوف أميرنا واقع على الأرض وهي جنبه ونازلة عياط،
والحل بينهم مأساوي على الآخر. لكن بعدها هي اللي بتستحلف له وبتقول له أنت اللي هتخليني أعمل فيك كده. وبنشوفها بعد ما عملت فيه أغرب حاجة ممكن تتعمل وربطته في الكرسي اللي هو قاعد عليه، وبنشوف صاحبتنا بغل بتصحيه، وأمرنا أول لما بيصحى بيكرر نفس كلمته وبيقول لها أنت البنت المجنونة. لكن هي المرة دي ولا بتتجنن ولا بتتعصب، دي بعصب بردة بتقول له خليك هادي وأنا هخلص مهمتي وأمشي بسرعة، وبتحاول تكون رايقة معاه لآخر درجة، بس ولا هدوء نافع ولا روقان جايب نتيجة مع أمرنا المتعصب. وهو برضو بيتحول لكنها بنفس عصبها الباردة بتقول له ليه ناسي إنك متقيد ولازم تسمع كلامي. لكن أمرنا بيبين قد إيه هو محارب جامد وبليفل عالي في الفروسية، بيستدعي سيفه وبيفك بيه كل قيوده، وهي بتشوف كده وبتجري من قدامه، وهو مش سايبها أبدا وبيجري وراها ياخد طاره منها. ولما بيمسكها بيفضل كده خانقها وبيقول لها ده انت كمان كنت هتموتي بنتي الصغيرة، وهي بتقول له طيب بالراحة شوية لأنك كده انت اللي هتقتل بنتك الصغيرة. وفي لحظة بتفتكر جنانه بالنظافة وبتستغل ده وبتطلع لسانها وبتلحس ايده، وهو مش بيقدر، وأول ما بيشيل ايده من على بقها بتستغل الفرصة بسرعة، وبسرعة جدا بتخليه يفقد الذاكرة، وبتقول أخيرا الموقف عدى. بس ده بعد كل اللي حصل لها بتفضل كده محبطة وحالتها آخر غرابة. وبعد شوية بتحاول تقوم، بس دي قبل ما بتقدر إنها تهدى بتنتبه إنها خلاص خلصت كل فرصها وكده من غير نتيجة، فبتقول لا كده من حقي إني أنهار بقى. وصاحبتنا بتديها صرخة جامدة وبأعلى صوتها بتقول أنا فاشلة، وهي بص على أميرنا وبتقول لكن على الأقل الحاجة كويسة اللي حصلت إن هو لما هيصحى مش هيفتكر أي حاجة من اللي حصل له. ودلوقتي النهار بيطلع عليهم وهم على نفس حالهم، وهو بيستغرب لما بيصحى وبيلاقي نفسه جسمه كله بيوجعه وبيقول إيه ده إيه اللي حصل، وهي بترد عليه في نفسها أنت اللي عملت كده في نفسك، طيب كانت ليه الفرهدة دي كلها من الأول. وكل واحد منهم بصص للتاني وكأنه حاسس ان هو عامل عاملة، لكن الأمير بيقول أكيد السرير هو السبب في كده وأنا لازم أغيره، وبيرجع وبيقول وكأنه بيلمح لها أكيد في شيء غريب حصل. وبندتنا بتحس ان هو خلاص كشفها، ولما بيقرب منها ده بيزود من خوفها، بس بتتفاجئ به بيقول لها ان هو ملاحظ انها محتاجة تهتم بنفسها نفسها وبيؤمر الطبيب يجي يشوفها، وهي بتقوله في نفسها ده من بهدلتك ليا ليله امبارح. وقبل ما يمشي بيؤمر رئيس الخدم بتغيير السرير بواحد جديد ومريح، فبيرد عليه حاضر، وهي بتقول ده باين انه خارج بس انا مش هسيبه، ده لسه فيه قدامي 10 ساعات اقدر فيهم الاقي فرصتي. وامرنا باصص لها ومش فاهمها ومستغرب من حالها، اما هي فشبطانه فيه ومتشعبطه في هدومه ومش راضيه تسيبه أبدا، وبيزهق منها فبيحذفها، وهو بيقول لرئيس الخدم خلي بالك منها. يخلي باله منها إيه بس بعد الرمية دي يا أميرنا، ده انت قلبك بقى تقيل قوي. والراجل ولا أجدى حارس مرمى بيقف يتلقى الباندا، وهي كمان مش بتأثر وكأنها جت في الجون وبتقف على وشه، وبتجيلها الفكرة وصاحبتنا بتقول لازم أجيب الهدف الصح، وفعلا بتحذف نفسها. وأميرنا بيحس إنه المنظر ده مش غريب عليها أبدا، وهي وفي لمح بصر فعلا بتلزق في وش أميرنا، أما هو فبيحس ببندتنا الكيوتة الناعمة فبيقرر ياخدها معاه وما يزعلهاش أكتر من كده. وأخيرا بنشوفها متشالة على أيديه ومتدلعة وحاسة إنها نفذت كل اللي كانت عايزاه، لكنها أول لما بتوصل معاه مكان المجلس بتحس بدوشة وزحمة فظيعة جدا، وبندتنا بتحس على الآخر بالملل عندها وبتقول ده الاجتماع الصباحي لوحده أخد 3 ساعات ولو واستمر اكتر من كده الليل هيجي عليهم. اما الموجودين فبيقولوا معقولة الامير الشيطان جاي المجلس وجايب حيوانه الالف معاه، وهي بتبص على الطفل اللي قاعد وبتقول معقولة هو ده الملك، ده شكله عيل قوي. وبنعرف ان هو ولي العهد وامرنا بيحكم كواصي عليه ولانه كمان يبقى عمه. والملك العيل اويها بيقول ايه الحيوان الصغير اللي عمي جايبه المجلس معاه ده، هو قصده يستهزئ بيا،
بس أول ما بيبص لبندتنا بيقول ده لطيف قوي أنا عايزه ودلوقتي. وبعد كده الأمير بيقف يتكلم في أمور المجلس، وفي وسط ما هو بيتكلم بندتنا من غير ما تقصد بتعضه، وده لأنها كانت بتحلم إنها بتاكل الناجتس اللي هي بتحبه ومتدلعة. أما الملك الصغير بينبسط منها أكتر وبيقول عنها إن هي وحش جميل وصغير، والوحش ده لازم يبقى ملكي. وبعد شوية بندتنا بتصحى على العملة السوداء اللي هي عملتها، وبتقول وهي مرعوبة ده أكيد هيخلص عليا. وكل الموجودين بيتفزعوا وبينادوا على الطبيب يجي يعالج إيد الأمير اللي بتنزف، وهي بتحاول تصلح غلطتها مرة بإنها تدوس عليها ومرة بإنها تحط صباعه في بقها. والملك العيل لسه مبسوط وبيقول الوحش الصغير بيعضه من تاني، والكل بيقول إنه الأمير خلاص هيقتلها ده غلاوي وإحنا عارفينه. وهي سمع كل ده وبتقول هيقتلني، وبندتنا بتشغل الكياتة علشان تأسر قلب أميرنا وما يقدرش يعاقبها. أما دلوقتي فالطبيب بيأكد له إن الجرح تم علاجه، وهي بتكون مستخبية ومراقبة كل اللي بيحصل. والأمير شايفها وهي على حالها ده وبيقول لها طبعا مش قادرة تبص في وشي، وهي بيجي في بالها القطط الرقيقة وعمايلها وبتقول لازم أبقى زيهم وأكيت منهم. وبندتنا بتبص له وبكل كياتة عينها بتقول له أرجوك سامحني، فبتاخد عقل أميرنا وبيقول لها خلاص سامحتك، لكنه في لحظة كده بيستغرب من شبه الباندا مع البنت اللي شافها. بس لما ما بيقدرش يفتكر أي حاجة بيقعد يستريح، وهي بتكون بصاله وأكيد بتتمنى إن هو ما يفتكرش أي حاجة أبدا. ودلوقتي بنشوف بنت بشعر بنكاوي وهي الأميرة الجميلة رولي، وأول ما بتدخل بتقول لأميرنا أنا جيت أطمن عليك، وبتقرب منه تطمن عليه، لكنه بيصدها وبيقول لها ما كانش لازم أبدا تتعبي نفسك. وبندتنا القروبة قاعدة تتفرج ومبسوطة من اللي بيحصل، لحد ما الأميرة بتلمحها وبتزعق وبتقول هو ده الوحش اللي تسبب لك في الجرح اللي عندك. وبندتنا فجأة بتتحول هي مين دي اللي وحش ده انتي مجنونة فعلا، فبتسمع الأمير بيقول لها ما تقوليش عنها كده. وبندتنا بتفرح بنفسها قوي وبتقول أمير الوسيم بيدافع عني. بس برضو الأميرة المنافسنة مكملة وبتقول له صدقني لازم تتخلص منها، وجابته لنفسها لأنه بتعصب عليها وبيقول لها انتي ليه مش بتفهمي، إياكي تحشري نفسك في حياتي من تاني، وكمان اوعي تضايقي بندتي. وبتبطل طبعا على بندتنا، اما المنافسنة فالغيرة عاملة عمايلها معاها، ودي فاضل لها شوية والدخان يطلع من ودانها، ودي من نفسانتها بترد وبتقوله حقك تسميها تختوخة، ولما بندتنا بتسمعها بتبقى خلاص هتولع منها. وبندتنا بتروح منها خالص وبتقول لها اهو انتي اللي تختوخة. وفي وسط الخناقة الحامية دي بيدخل عليهم واحد بشعر بنكاوي، والروقان باين عليها على الاخر، وبكده بقى عندنا في نفس المكان اتنين بشعر بنكاوي. والأمير بيقول له المفروض تعلم إزاي تكون الأخلاق الملكية، وهو بيرد عليه أنا جاي من مشوار طويل وإنت بتهاجمني كده، ده بدال ما تقدم لي حاجة أشربها. وفي نفس اللحظة بيلمح باندا فبيقول لما أشوف ده فيه مخلوق صغير بيبص عليا وده كيوت قوي. بس ده قبل ما إيده تتمد عشان يلمسها بيمسك أميرنا الفنجان اللي قدامه وبيحدفه عليه، بس وفي حركة آخر جمودية بيمسك الفنجان في إيديه، لكن يا خسارة بتبوظ الحركة الحلوة وبيرميه اول لما بيلسعه. ايه يا ابني ده انا كنت لسه بقول عليك جامد. وبيقول للامير ايه ده انت اتجننت بتحدفني بفنجان سخن كده، فبيرد عليه انت اللي من شويه طلبت حاجه تشربها. وبيسيبهم وبياخد بندتنا في حضنه وهو بيقول ما بحبش حد يلمس حاجتي. وبعد كده الاميره بتمشي وهي لسه مولعه من غيرتها من صاحبتنا، وبتأمر انهم لازم يخلصوا على الباندا، وشكلها كده مش سالكه ابدا. وبندت بتبص لها وبتقول في نفسها دي غير البنات من بعض بقى. ولما الامير بيقعد مع سويم بيسأله عن رحلته ومدينها راغي في امور الشغل، وهي اخر زهق منهم وبتقول هما ما عندهمش حاجة تانية يحكوا فيها، فبتحاول تتسحب وتطلع برا لكنه بيكشفها وبينادي عليها، فبتقول اهو كشفني، فبتقوله عايزة اطلع العب برا شوية. وامرنا بيرد عليها لا خليكي قريبة مني وما تطلعيش برا. وسويم
حلوين في وسطهم مش فاهم أي حاجة ومستغرب إزاي هما بيفهموا بعض كده. وبندتنا بتكمل كلامها وبتهدده وهي بتتشقلب بإنها لو ما خرجتش مش هتسكت أبدا. وسويم بيتدخل بينهم وبيقول للأمير سيبها تطلع برا لأني بدأت أنا كمان أزهق جدا. فبتقول في نفسها الراجل أبو شعر بنكاوي ده طيب قوي. وكمان الأمير بيستسلم وبيسمح لها تطلع بس ما تروحش بعيد. فبتبان عليها الفرحة ومديها رقصة حلوة وبتقول بعدها وهتحرك براحتي واتفرج على كل حتة. لا ده بندتنا بقت عنادية جدا وشوية وبنلمح وراها حاجة كده آخر غرابة. والملك الصغير مستخبي بين الأغصان وهو بيقول لازم أمسك البندة دي. بس لما بتسمع صوت حركة وبتبص وراها هو بيستخبى منها. فبتقول أكيد كان بيتهيأ لي. وبعد ما بتمشي خطوتين بيبان وهو بيأمر الحرس اللي معاه يمشي ويسيبوه. وده كمان بيصمم على الاخر فبيسمعوا كلامه وبيمشوا وبيحس انه البندة سبقته لانه هو ماشي على طراطيف صوابعه علشان ما تحسش بيه لحد ما بيقرب منها وبيحاول من تاني يستخبى. اما بندتنا فبتشوف بحيرة وبتقول تلقاها مليانة بالسمك وبتتخيل السمكات الحلوة وهم بين ايديها. فبتنزل ايديها علشان تمسكها وبعد لحظة واحدة بتقول وانا ليه اصطاد سمك؟ انا بندة ومش قط. بس ايه المانع؟ ما انا برضو بحب السمك قوي. فبتحاول تصطاد السمكة ومسكة فيها قوي. بس دي لما بتشوف صورتها في المية بتستغرب من اللي بيحصل وبتتوقع انه في حد تاني بيطاردها وبتزعق وبتقول حد يلحقني. وفي نفس ذات اللحظة بتتصدم بالملك الصغير وبيتلخبط وبيقع في المية. واللي بيحصل له انه بيبقى خلاص هيغرق وبيعيط. فبيمد لها ايديه وبيقول لها ارجوك ساعديني. وبندتنا بتقول اساعده ازاي وانا لو مديت له ايديا هتكون قصيره والحل الوحيد هو اني اتحول. لكن صاحبتنا محتاره وبتقول دول لو عرفوا اني اقدر اتحول هيعاقبوني وممكن كمان يقتلوني. بس برضو ما اقدرش اسيب طفل زيه كده يغرق. وبنشوفها وهي اخدت قرارها وبتتحول لبنت علشان تقدر تنقذه وبتشده علشان تطلعه من المية. وبعد ما بتطلعه بيكون مش قادر وهي بتقعد تستريح جنبه. واول لما بيفوق شوية بيبص يشوف البنت اللي انقذته وبيقوم وبيشكرها برقة انها انقذت حياته. وبيسألها هو انت جنية؟ فبتقول في بالها والله فكرة تخليهم يخافوا مني ومحدش يقدر يعاقبني. فبتقول له ايوة انا جنية. وبتقعد تقول له اي كلام كده وخلاص وهو غلبان قوي ومصدقها. وبعدها بتحذره وبتقول له اوعى تقول اللي حصل ده لاي حد والا هتعاقبه بسحرها. فبيوعدها انه الحكاية دي هتفضل سر بينا. بالذمة الولد ده طلع كيوت قوي. وبعدها بيطلب منها تقول له على حاجة ينفذها لها كمكافأة منه. وهي بسرعة بتجيلها الفكرة وبتقول مع نفسها مع انه صغير بس برضه هو الملك الحقيقي. وبتقرب منه وبتوشوشه بانه هو لازم يدي اوامره للامير يجي هنا ويخليها تديله 3 قبلات. والواد طلبها بيصدمه وبيسالها هو انت معجبه بعمي؟ وهي بتتلخبط وبترجع تقول له وهي مكسوفه انا كجنيه مطلوب مني اعيش معاه تجربه رومانسيه وهو ده كل الموضوع. والمره دي الواد بيتلخبط وبيقول لها لكن انا ما اقدرش اديله اي اوامر. وهي لسه بتسخنه عليه وبتقول له انت الملك الحقيقي. وبتلقاه بيقول لها عايز اقولك حاجة مهمة عامة ما تتعبش نفسك الامير مهما عملتي مش هيحبك. وهو معروف عنه انه قلبه مقفول قصاد اي بنت مهما كان جمالها. وكلامه بيخلي صاحبتنا تقول في نفسها كل مادة الحكاية بتكون اصعب بيني وبين امير الوسيم. بنشوف بطلتنا الجميلة وهي قاعدة متدلعة وبتفكر في أميرنا الوسيم وإيه آخرة حكايتها معاه. وبعدها الملك الصغير بيقدم لها وجبة حلوة ومع هديته للجنية اللي أنقذت حياته من شوية وقالت له ده سر بينا. وبتدخل عليهم خادمة وشكلها مبين إنها عاملة وصاحبتنا وفي لمح البصر بتتحول لبندة قدامها. فبتقدم لهم العصير وبندتنا الكيوت ما
مبسوطة قوي، وهما الاتنين بيشربوا العصير على بق واحد سوا. بس الخادمة دي الشر بيشر من عينيها، وكانت من شوية بتنقل الأخبار للملكة المجنونة عن اللي حصل مع الملك الصغير، وهي مش سالكة أبدا. والملكة بتقول تبقى الباندا دي شيطانة وسحرت قلب الأمير الوسيم، وبكل غل بتأمرها تحط لها السم في العصير اللي هتقدمه لها، وما في الثواني. وفعلا ده بيحصل، وبعدها الملكة بتدخل، فبيستغرب الملك الصغير من طريقة دخلتها، وبيقول أمي وعمي ليه وصلوا هنا فجأة؟ وهي بتقول عنها إنها شطانة وسحرت قلب الأمير فخلته مش قادر يستغنى عنها. وفجأة الملكة غيرتها بتخليها تروح منها، وليفل الجنان عندها بيعدي، وقدامنا بندتنا بتحس بالتعب من السم اللي من نفسنا حطته لها. أما الملك الصغير فمغضوض عليها على الآخر، وبيقول هي جنية جميلة وأنقذت حياتي. والملكة اللي من نفسنا بتسمعه فبترد جنية لا دي أكيد شيطانة. ولما بتبص لأميرنا بيكون مبين الوش المولع من كلامها، بس دي بدال ما تلم نفسها بتأمر الساحر يعمل طقوسه وبمنتهى السرعة، وهو بينفذ أوامرها وبيضرب بندتنا المسكينة، فبتحس بأنها خلاص بتبقى مش قادرة. وبيتدخل الملك الكيوت وبيقول لهم سيبوها، هي جنية رقيقة وأنقذتني، لو كانت شيطانة كانت سابتني أغرق. أما بندتنا فعمالة كده تتخبط وتتلخبط فبتقع، وهي متفرهدة على الآخر. فبرقة بيحاول الملك الصغير يلحقها بإيديه قبل ما تقع، فبيسبقه أميرنا الوسيم وبياخدها وبيشيلها بين إيديه. وفي نفس ذات الوقت بتتفعل قدرة القلادة السحرية، وبندتنا في حضن الأمير بتعيط وكأنها بتشتكي له حالها. وسويم الخبرة بيكشف عن اللي حصل لها، فبيخلي أميرنا يتجنن جنونه، وبعلو صوته بينادي على الطبيب الملكي يجي يشوفها. اما الملكة فلسه مصرة على عمايلها مع بندتنا، والسحر كمان بيترجه يستناه يكشفها، فبياخد جزاؤه من الامير، وبكل قوته بيكومه وبيبعده عن طريقه، وبيفضل متكوم كده على الارض. اما المجنونة اللي ما بتحرمش بتمسك فيه علشان تمنعه، لكن وبصة من اميرنا بمعنى خليكي في حالك مع زقة منه وبيسيبها وبيمشي. اما الساحر فلسه على حاله متكوم وبيناديها علشان تلحقه، وتحس كده ان الخيبة اتقسمت بينهم. وامرنا بيخرج وبندتنا على ايديه، بس هي بتقول انا حاسة اني مش كويسة ابدا. وكمان السحر بيشتغل وبتبقى جسمها على الاخر مولع. وامرنا ومع بندتنا اول ما بيوصلوا للقصر، الاطباء بيعرفوا انه حالها ده بسبب انه في حد ادالها جرعة سم قوية، وانه علاجها صعب جدا. لكن هم مش عاملين حسابهم ان كلامهم ده بيخليه يبين لهم الوش التاني، وده كمان بيهددهم انهم لازم يقولوا لها علاجها، والا مش هيحصل لهم طيب ابدا. وبعدها بيبص لها وبيطمنها انه مش هيسيبها الا لما تبقى كويسة. لكن ده في نفس ذات اللحظة بيحصل لصاحبتنا سحر التحول، وهو بصص لها وعنيه مش مصدقة انه بندته اتحولت لبنت جمالها روعة، بس كل ما فيها انها محتاجة تلبس هدومها. وامرنا بياخد الغطا وبيغطي لها جسمها، وبيقول في نفسه لا ده انا اكيد بيتهيألي، وبيتخيل انه لازم اول ما يكشف الغطا بيلاقي بندته الصغيرة نايمة. بس ده بيصدم لما بيشوف بعينيه بنت جميلة نايمة، وبتكون كأنها مش في وعيها وبتناديه علشان يلحقها، وهو من صدمته مش مصدق اللي بيحصل، وجهاز التحول السحري بيتعطل وصاحبتنا وفي لحظة بتتحول لباندا. اما اميرنا فخلاص بيهنج من الصدمة، ولما الطبيب بيدخل عليه بيلقاه واقف كده متنح، وهو شايف صاحبتنا شوية بتبقى باندا وشوية بتبقى بنت جميلة، فبيقول له بص بعيد واستنى شوية. والراجل مش فاهم ايه اللي بيحصل، ودلوقتي هو بيحاول يصحيها علشان تاخد علاجها بس من غير اي فايدة. والطبيب بيقترح انه لو هي مش
مش قادرة لازم حد يديلها العلاج بنفسه، بس فيه نقطة مهمة إن هو يديهولها ببقه. وأمرنا بيتكسف وبيقول دي حاجة صعبة، فالراجل بيتبرع إن هو اللي ممكن يعمل كده، وأمرنا بعينين مولعة بيرفض وبيرعبه، فبيخلي الراجل خلاص هيقع. وبعدها بيكلمها وهي نايمة على إيديه وبيسألها إزاي بتتحول للبنت الجميلة اللي هو بيشوفها، بس ده هي ولا قادرة ترد عليها أبدا. فبياخد أمرنا الوسيم جرعة الدواء وبيقرب منها علشان يديها لها، وفجأة السحر بيلف حوالين كل جسمها وبتتحول بين إيديه لبنت جميلة في لحظة آخر رومانسية. وصاحبتنا بتنتبه لنفسها وهي على الحلجي فبتقول إزاي ده حصل، أما هو في حاله بيتبدل لآخر درجة. وأمرنا بيحس إن هو دقات قلبه بتتسمع، هي بتفتكر السحر المجنون ووعده ليها وحكاية التلات قبلات اللي قال لها عليها، وبتقول ده أنا بكده ممكن إن أنفذ له طلبه وأقدر ساعتها أرجع لبيتي، وأنا حاسة إني أخيرا قدرت أسرق قلبه ودي فرصتي ومش هضيعها. بس بسرعة جدا بتكون دي آخر دقايق في الليلة دي، وفي لحظة بنشوف حالة عجب من العجب لما هي بترجع تاني وبتكون باندة وعينيها في عينين أميرنا والكسوف معاهم على آخره، وبندتنا بتفضل كده متعلقة وهي في وش أميرنا والحكاية بينهم كده آخر مسخرة وشوية، وبتعرف إنه خلاص ليلة اكتمال القمر انتهت ولازم إنها تستنى شهر بحاله وهي على حالتها دي. وفي نفس الوقت ده بيبان لنا إن هي أخدت قدرة جديدة وبيها الأمير مش بس هيقدر يفهمها، ده كمان هيقدر يسمعها وهي بتتكلم، ودلوقتي هي فعلا أول ما بتنسى نفسها وبتتكلم عنه وبتقول إن هو غبي ومغلبها. هو بيقدر يسمعها وبيقول لها بتقولي عني إني غبي، وهي بتقول له إهدى إزاي فهمتني بقول إيه، بس بعدها بتحاول تصلح وتلطف وإنها ما قالتش عنه كده أبدا. أما أميرنا بعد كل اللي حصل له بيسألها تعرفه هي مين وإيه حقيقتها، وهي بتقول في نفسها هو متضايق قوي ولازم أعرفه حقيقتي من غير أي كذب ومفيش أي حاجة تمنعني. فبتحكي له كل حكايتها من أول السحر الغامض محولها البندة لحد ما ظهر لها من تاني ووعدها يرجعها. وبعد ما بتخلص حكايتها بتصدم بيه وهو ولا هو فاهم أي حاجة منها، وده كمان عينيه بتقول لها إن هي آخر غرابة. فبتحلف له بندتنا إنها بتقول له الحقيقة، وهو كمان بيحاول يشغل مخه شويتين علشان يقدر يفهم كلامها واللي عمره قبل كده ما سمعه أبدا. لكن وبعد كل ده بيقول لها أنا اتأكدت إنك وحش وجاي علشان تتجسسي عليا. وصاحبتنا بتحس في لحظة بخيبة الأمل من تفكير الأمير الوسيم وبتقول وده إزاي هقدر أفهمه، وبعدها بتصرحه وبتقول له عامة لو مش مصدقني بعد أيام هقدر أتحول، ولو نفذنا شروط السحر المجنون هقدر ساعتها أرجع بيتي، وإنت كمان قلبك ومشاعرك هتتحرك، وده كلامها بيمس مشاعره. وبندتنا وهي خايفة بتكمل إنه ساعتها كل واحد مننا هيكسب حاجة مهمة عنده، لكن هو بيسألها يعني إزاي قلبي ومشاعري هيتحركوا، وهي بتقول له من تاني يعني الحكاية بسيطة تلات قبلات وبس. وبعدها بتتكسف على الآخر وبتقول هو كل شوية كده هيكسفني، بس بعدها بيصدمها وبيسأل نفسه عن معنى كلامها. وأميرنا بيفضل يكلم نفسه كده من جرأتها فبتقول وأنا أعمل إيه، ما هو السحر المجنون قال لي إنه ده الحل الوحيد اللي قدامنا، وهو بيسكت وبيبين إنه أخيرا فهمها وده كمان موافقها يكملوا المهمة، فبيخليها وأخيرا بتقدر تاخد نفسها وبتقول بالثقة كان عندي حق لما عرفت الحقيقة أهو وافق بسرعة. بس جي قبل ما تلحق ترتاح بتلقاه بيفاجئها وبيقفل عليها القفص وبيقول لها خلاص وقعتي بلسانك وفهمت من كلامك إنك شيطانة وجاية عايزة تاخدي قوتي. وبندتنا بتدافع عن نفسها وبتقول له أنت بتقول إيه ده كلام فارغ، وليه يعني هختارك أنت وفيه رجالة كتيرة، فبيرد والغيرة مولعة فيه قصدك إنك تعرفي كتير غيري، فبترجع وبتقول له أنا معرفش حد غيرك وده كمان قصدي إني مش عايزة أخد قوتك ولا أي حاجة. بس دي برضو بتحس إنه شكله كده مش مصدق أي حاجة من كلامها، وهي بتديله كلمتين وبتقول له ده كان لازم أمير زيك يتأكد الأول من كلامه، فأرجوك اعقل بقى وخرجني بسرعة. ودي بندتنا بتخبط وبتعيط فبيقول لها خلاص اهدي وانا هعرف بنفسي
إذا كنت شطانة ولا إنسانة زي ما قلتي، بس لصاحبتنا زعلانة وبتعاتبه بأنه مهما كان إزاي هو يقدر يحبسها كده بالذمة، حد قلبه يطوعه ويحبس الكياتة دي كلها. وأمرنا بيروح يقرأ كل الكتب اللي اتكلمت عن الموضوع ده، وده كمان بيشوف كل الوحوش اللي حكوا عنها كلها، ولما بيخلص بعدها بيقول دي ولا شبه بندتي ولا شبه البنت اللي قابلتها، وده بيسرح بخياله ومتيم بصاحبتنا قوي، وبيقول هي أجمل وأرق واحدة شفتها. والظاهر إنه أميرنا خلاص قلبه دق ووقع في الحب، لكن لما بينتبه بيشوف بندتنا بتكون حالتها صعبة قوي، وهو بيحتار ليه هي ساكتة دلوقتي وكده فجأة، وبيقرب من قفصها وشايفها هادية، فبيسألها إن كانت جعانة ولا عطشانة، وهي مش قادرة حتى ترد على كل أسئلته اللي ورا بعضها كده، فبيمد إيديه علشان يطمن عليها، وبيلقاها فعلا تعبانة جدا، وهو بعلو صوته بيناجي على الطبيب يجي يشوفها وبسرعة. ولما بيوصل بيعرفه إنه فيه لسه بعض السم في جسمها، وبيطلب من الأمير إن هو يروح يرتاح والطبيب هيهتم بيها، لكن أميرنا بيقوله وبيصر إن هو اللي هيفضل جنبها، وكمان بيطلب منه يروح بسرعة وحالا يجيب لها علاجها. والطبيب وهو ماشي كده بيقول ده مش الأمير أبدا، ده قلبه بقي أطيب ورقيق قوي. ولما بنروح لأميرنا وهو قاعد جنبها بيلقاها بتتقلب وهي بتتألم، فبيحاول يطبطب عليها ويهديها، وباين في عينيه قد إيه قلقه عليها، لكنه وفي لحظة بيقول في نفسه أنا ليه قلقان كده عليها، ده أنا حتى لسه معرفتش حقيقتها، عامة أنا لازم أهتم بيها علشان لما تتحسن أعرف حقيقتها. وبإيديه بيعمل لها الكمادات، فبتحس صاحبتنا بإيديه وده بيريحها قوي، وبتفاجئه إنها بتحضن إيديه وهي لسه نايمة وبتتقلب ومش حاسة بنفسها. بس أميرنا الوسيم بيقول لها بطلي تحاولي برئتك تسحريني، بس ده هو لما ما بيقدرش يقاومها بيرجع في كلامه، وبيقول هي دلوقتي تعبانة ومش هدقق معاها. وفي اليوم الجديد بندتنا بتصحى وبتكون مرعوبة وبتسأل نفسها يا ترى الأمير هيعمل إيه فيا، بس دي بتصدم لما بتلاقي إن هي نايمة في سريره وبكوكتيل لقم مع شقاوة بتبصله بعد ما عرفت إن هو كان سهران جنبها، أما هو فبيكون لسه نايم على نفسه، وبتلقاه بيفتح عينيه بالعافية، وده كمان علشان يقدر يشوفها عاملة إيه. وبعد كده بيقول خلاص الحرارة راحت، بينها بقت كويسة، لكن ده شكله وكأنه خارج من فيلم رعب لسه. وبندتنا بتبصله وبتلاقي شكله كده، فبتقول هو أنا ليه حاسة إن شكله اتغير والآخر درجة، ده أكيد من سهره طول الليل جنبي. وفي الوقت ده أميرنا بينتبه وبيقول إزاي لمستها كده من غير ما أحس بنفسي، وطبعا صاحبتنا جنبه حاسة إنه خلاص سامحها وبيدلعها، وهو فجأة زي عادته بيصدمها وبيعمل عكس كل توقعاتها، وده كمان بيشخط وبيؤمر وبيقول لها اياكي تخرجي من اوضتك، وهي بترد عليه هو انت ايه ناوي تحبسني، وبتقول وهي خرجت عن السيطرة هو الراجل ده كل ساعة بحال كده، ده كان لسه من شوية بيهتم بيا ومدلعني، اما أميرنا فهو ولا هو هنا، وبيسيبها وبيمشي وهي على حالها، وهي من كتر غيظها بتقعد تناجي عليه وبتهدده انها هتهدله قصره، ده لو فضل كده سايبها. وبتتفاجئ بيه ان هو سمعها وبيرجع لها، وبيستغرب لما بيلقاها بتخاف وبتجيب ورا ومبينه انها مطيعه قوي، فأميرنا بيقول لها هديكي اخر فرصه وعليكي تثبتيلي في اول الشهر القمري، وزي ما قلتي قبلة بينا ممكن انها تغير مصيرنا، وكلامه بيخليها قاعده سرحانه وكمان كسوفها على اخره، لكنه واول ما بيخلص كلامه بيرجع من تاني يصدمها، وهو بيقول لها الحد اللي لازم تيجي اياكي تخرجي من اوضتك، فبيخليها بترجع برضو من تاني بتناجي عليه وبتقوله لا ده لسه بدري قوي لحد ما الليلة دي تيجي، اما دلوقتي فبنروح لبندتنا بعد ما يدوب عدى 3 ايام، وأميرنا نفذ كل كلامه وبطل حتى يجي يزورها، وهي الزهق عامل عمايله معاها، ومن ساعتها وهي مش مبطلة اكل ابدا وكأنها بتطلع فيه كل غلها، وبتقول انا لو
فضلت على الحال ده وزني هيزيد اكتر من كده، واللي حبسني هو بقى المسؤول عن اللي هيحصل لي، ولازم اخرج من هنا. وبسرعه بتجري تروح للباب، لكنها واول ما بتفتحه بتتصدم وبتقول ايه المجنون ده عامل عليا حراسه مشدده، وبترجع بسرعه وبتقفله وبتقول مفيش قدامي غير الشباك، ومصممه تهرب منه، لكنها برضه واول ما بتفتحه بتلاقي رئيس الخدم في وشها وبيقول لها اسمعي كلام الامير وبسرعه ارجعي، ودي فعلا بترجع، بس بعدها بتقول في نفسها مش هبطل ابدا احاول ولازم اخرج النهارده، ده ميعاد حمام الشمس بتاعي. وهي بتفضل كده على حالها، وبعد محاولات كتيره جدا بندتنا بتنجح، بتطلع وبتشوف النور وهي مبسوطه قوي وبتقول اخيرا وصلت ونجحت، لكن برضه رئيس الخدم بيظهر لها وبيعرفها انه ممنوع برضه توصل لسطح القصر، وهي يا حرام بتترعب وبتقول ايه الحكاية هو الراجل ده ورايا ورايا، وبتكون رجعت من تاني لأوضتها وبتنام معيطة ومحبطة وبتقول مش معقولة يعني مش هقدر اخرج من الأوضة دي ابدا. اما دلوقتي فبنشوف امرنا وراح له رئيس الخدم وبيعرفه بان هي كل ساعة لها محاولة هرب ومش بتوقف ابدا، والراجل الخبرة بيدي له رأيه وبيقول له انها بس عايزة تشوفه وعلشان كده بتعمل كل ده. وبنروح عند بندتنا وبنلقاها مش مبطلة أكل أبدا، وبتقول الحاجة الوحيدة اللي مصبرني على الحبس ده هي الأكل اللي ما حصلش، والأمير على طول بيبعته وبينه كده حاسس بالذنب ناحيتي. ودي هي وأول ما بتجيب سيرة الأمير الوسيم بتشوفه قدامها وبيؤمر الحرس يدخله كتب كتيرة وهو بيقعد، وده مركز قوي في الأوراق المهمة اللي قدامه. وبندتنا كيوت قوي وهي بتشعبط وعايزة تطلع له، وآخر كياتة لما بتوصل وبتبص وبتبقى عايزة تسأله ليه جيت عندي دلوقتي، بس جبت الآه بيقول لها حسبي أوراقي لأنك قعدت عليها، وعنيه مولعة من زعله منها فبيخليها مش على بعضها وعمالة بإيديها تحاول تفردها، وكياتت بندتنا كأنها سهم وبيوصل له لحد عنده فبيمد إيديه علشان يلمسها، لكن قبل كده بيقول ما ينفعش أبدا إن ألمسها، ومن جواه بيقول لا دي بندتي الصغيرة وألمسها براحتي. وبندت مستنية وبتقول يا ترى هيرسى على ايه الحال معاه، فبيحاول على قد ما يقدر يبين ان هو جامد جدا وبيقول لها انتي بوظتي اوراقي ولازم تتعاقبي وهتعملي حاجة تساعديني بيها. وصاحبتنا خيالها بيسرح لبعيد قوي وانها بكده بتشاركه حاجة بيعملها وانها زي ما تكون زوجته الجميلة اللي بتساعده، بس بترجع وبتقول انا مش لازم يكون اعجابي بيه بيحركني قوي كده، ده كان لسه حتى بيعاقبني، لكن اعمل ايه وانا مش قادرة اغمض عينيا عن وسامته، واللي كمان بتزيد وهو مركز كده. وبطلتنا بتديها وصلة غزل في كل ملامحه، وبعد شوية بتقول في حاجة غلط حصلت لي وانا كده وقعت في حبه. بنشوف صاحبتنا وهي سرحانة بخيالها في أميرها الوسيم اللي قدامها، بس ده بيصدمها لما بيسألها عن سرحانها، فبترد وهي متلخبطة ولا أي حاجة وبتكمل في اللي بتعمله. والخدم في الوقت ده قاعدين بيسمعوا ويراقبوا وبيقولوا هما ليه كأنهم عرسان جداد وبيتفهموا سوا. ولما بنرجع لبندتنا بنلقاها مديها متوبة والنوم كبس عليها على الآخر، وإيديها اللي فيها بتسيب علامة على وشها. والغريبة انه أميرنا اول ما بيلمح ده بيقول مش معقولة دي كيوت قوي وهي كده، ونفسه انه يلمسها وبيقول عامة هي نعسانة ومش هتحسني، وبحضن من ايديه بيطبطب عليها وهي رايحة في النوم ومش حاسة فمخلياه واخد راحته على الاخر. بس أميرنا فجأة بيمسك الفرشة وبينقط بيها كل حتة في بندتنا وبيقول اهي بقيت اكيت، وطبعا مطلع العيل اللي جواه على الاخر وبيداري ضحكته احسن هي تصحى. بس بعدها ولما بينتبه للي عمله بيقول انا ايه اللي عملته، وما في الثواني وبيقطع تفكيره صوت عالي، واحنا بنشوف الملك الصغير داخل وعامل دوشة وقلق.
وبيزعق للخدم اللي قدامه وبيحدف أي حاجة بيلاقيها في وشه. وأميرنا لما بيخرج له بيكون له نصيب من عمايله، وبيلاقي الملك الصغير سايب قصره وجايله، فبيقول له بلقم الظاهر إنك فاضي وهأمر المعلم يجيلك وجبات زيادة. فبيرد عليه لا أرجوك كفاية الوجبات الكتيرة اللي هو بيدهالي. وبعدها بيتحايل عليه يخليه يشوف الجنية أو بندتنا. وأميرنا بيقول في نفسه شكله قلقان عليها فعلا وهخليه يشوفها، بس لما بيفتكر المنافسنة واللي عملته فيها بيرجع وبيرفض. وعلشان يسكته بيقول له لو جاي علشان تلعب فانت لازم تتعلم تعقل علشان تكون ملك حقيقي لما تكبر، مع شوية تهديد لملكنا الصغير ومبين له الوش المولع. فبيخليه يا حرام دموعه بتنزل، بس بالذمة كيوت قوي هو بيعيط. فبيرد عليه انت بتشطر عليا لاني اصغر منك، ومتغاظ منه وبيستحلف له هيطلع كل ده منه لما يكبر. وبيبقى في خياله الجنية الجميلة اللي انقذته وبيقول وانا لازم اطمن عليها وهو برضه. وبعد ما بيشغل دماغه شويتين بيمسك المرسوم الملكي وبيقول لقيتها، والغريبة اننا بنشوفه بيقابل بندتنا ومبسوط على الاخر، وبيقول لها كنت خايف عليك قوي، وهي بتشكره قوي لانه خلاها تقدر تخرج. اما اميرنا فهو سايبهم ومشغول على الاخر بالمرسوم الملكي، واللي خلاه يضطر يوافق بالعافية، وشايفينهم جنبه نزل اللعب سوا. لكن اميرنا المتغاظ بيقرر يروح ينكد عليهم، وبيأمر المعلم انه يضاعف واجبات الملك الصغير والمدة شهر، فبيخليه يشتكي لبندتنا منه. والواد يا حرام بيترعش وبيقول اكيد عمي هيعاقبني. وبعد كده بياخدها اميرنا وبيسيبه وبيمشي. واول كده ما بيخرجوا بيقول لها عايزك توعديني بثلاث حاجات تسمعي فيهم كلامي، اول حاجة تفضلي قدامي وما تغيبيش عن عيني ابدا، وتاني حاجة ما تتكلميش مع اي حد غيري. وصاحبتنا بتقوله طالما مش هترجع تحبسني اوعدك بكده، وبتوافقه وهي مبسوطة واخر دلع. وبتسأله عن تالت حاجة هو قالها، فبيرد بانه نسي وبيكمل والحد ما افتكر نفذي اللي وعدتيني بيه بس. وبنشوف فجأة سوين بيوصل وكأنه بيسحب وبيسأله كنت بتكلم مين وانت والباندا لوحدكم هنا؟ وأميرنا بعد ما بيتلخبط بيقول في نفسه أكيد هو ملحقش يسمع كلامي معاها. بس شوية وسويم بيسألها عن حالها، وأول ما بيقرب من بندتنا أميرنا الغيرة بتعمل معها عمايلها، فبتخليه بيديله على إيده كده خبطة جامدة، وبياخد بندته بين إيديه وبيسيبه بيمشي. وسويم وإيديه مولعة عليه بيقول له أنت مفتري قوي. أما أميرنا فبعد ما بيبعده بيقول لها اسمعي تالت حاجة عايزك توعديني بيها، ما تبصيش لأي حد بعينيكي بشقوة كده، فاهمة؟ وبندتنا بترد أنا ما بصيتش لحد خالص كده. أما دلوقتي فبنشوف في حديقة القصر الملكي طاووس آخر روعة، وحواليه الناس معجبة ومهووسة بيه، ولهم حق فجماله بياخد العقل، بس الطاووس الروعة واخده الغرور على الآخر وحاسس إنه يستحق أكتر من كده بكتير. وفي نفس ذات الوقت بنشوف بندتنا بتحاول تنفذ وعدها لأميرنا، وقاعدة متكتفة وحتى عينيها مغمضة، وبتسمع الملك الصغير بيناديها وبيقول لها بصي على الطاووس الجميل ده ولو عجبك هديهولك هدية، وهي لسه مغمضة عينيها. فبترد مش عارفة، وده أميرنا بيصغر لها فبتقول له معلش نسيت اني ما بتكلمش، وبترجع تسكت وبتفضل كده على حالها. والملك الصغير مستغرب ازاي جمال الطاووس ملفتش نظرها، اما الطاووس المغرور فبيسمعها وبيقول ازاي جمالي ملفتش نظرها، والظاهر انه ده بيصدمه وبيجننه ومخليه بيديها زعيق وبيقول ازاي حد يتجرأ وما يتجننش بجمالي. بس وفي لحظة واحدة عينيه بتيجي في عينين بندتنا، والدنيا حواليه بتتحول لقلوب حمراء، والاعجاب عنده مولع في قلبه وبيقول معقولة قدامي باندا كيوت وجميلة كده؟ اما هي فسمع كلامه كويس قوي وبتستغرب وبتقول مش معقولة، ده اكيد حصل له نفس اللي حصل لي. وهي شايفاه اوفر قوي وبيتنطط وعمال يناديها، وكل الموجودين ومعهم سويم مستغربين من الطاووس اللي نازل شقلبة وتنطيط كده من غير اي سبب هم فاهمينه. بس الاغرب انه الطاووس لما بيلمح سويم بتروح منه وبيبعد عينيها عنه وبيقول مش عايز اشوف حد وسيم هنا غيري. وبن
بندتنا بتكون لسه سرحانة في كل اللي بتسمعه، لكن الظاهر ان الغيرة من الطاووس المهووس وصلت لحد أميرنا، ودي خلته يوريله العين الحمراء وبيسأل بندتنا ايه هو انت معجبة بيه، وهي بكل كياتة بتبصله علشان تهديه لكن من غير اي فايدة، وبيقول لها طالما عجبك قوي هعملك من ريشه الجميل ده فستان روعة. فبيخليها بتقول في نفسها هو لازم دايما يهدد اي حد كده، ده مجرد طائر مسكين. وده فعلا الطاووس المسكين بيصرخ اول لما بيسمعه، وبيتخيل نفسه عريان من كل ريشه اللي متمنظر بيه. وبعدها بندتنا بتحاول تقرب من أميرنا، فبيسرح في البنت الجميلة اللي بتوشوشه بحنية، وبتترجاه ينفذ لها طلبها ويسمح لها تروح تكلمه علشان تعرف ايه سره. لكن أميرنا بيصدمها وبيقول لها لا ما ينفعش، وانا لازم اكون جنبك اما دلوقتي. فبنشوفها واقفة قدام الطاووس، بس ده عنين أميرنا مراقبة ايه اللي بيحصل، وبايديه بيبعدها خطوة اللي ورا. والطاووس المهووس بعد اللي سمعه بيكون مش ساكت مع نفسه ابدا، ومديها شتيمة على الامير اللي عايز ينتف ريشه، وهي بتسمعه بيتكلم وبتفهمه وبيأكد لها ظنها. لكن ده الطاووس المغرور بيزودها، وكلامه بيكون زي الرصاص في وش أميرنا، وفجأة كلامه كأن أميرنا بيفهمه وبيخليه هيتحول عليه. وبندتنا بتقول المجنون ده بيزودها معاه، ومش عارف لو اتغل منه ممكن يعمل فيه ايه. والطاووس لما بيسمعها وبيفهمها بيضطر ان هو يسكت عن عمايله، وكمان بيسألها لو كانت حالها زي حاله، اما هي فما بتصدق وبتفضل تكلمه ومديها رغي معاه. فبيعيط وبيقول لها ليه السحر المجنون ده اختارنا، وبترد عليه احنا الاتنين لازم نحاول نرجع لطبيعتنا. وبندتنا بتنسى في حماسها انه الامير جنبها وبيسمعها، بس طاووس بيصدمها بانه مش معاها ابدا، ودموع نازله شلل من عينيه، فمخليها بتقول يا ترى هو كان مجنون قبل حتى ما يجي هنا. بس ده فجاه بيمسح دموعه وبيقول انا لازم ارجع لمعجباتي، وهي بتساله معجباتك؟ طيب عرفني باسمك. فبيرد وبعد تنهيده طويله انا سفير الجمال وامير الموضه واسمي جاستن. فبتساله وهي مش قادره تاخد نفسها انت، وهو بيقول لها ما تمنعيش نفسك انك تصرخي، اما هي ولشويه بتتنح، وهو بيقول مش معقوله فيه بنت ما تعرفنيش، ده انا حتى شهرتي معديه. وهي بتفاجئه وبتصرحه بانها من اشد معجباته، ودي عشان تثبت له بتجري وفي لمح البصر بتجيب له احلى الحاجات وبتقدمها له. وصاحبتنا من جواها مش مصدقه انها مع نجمها، وناسيه على اخر نفسها، وكل كلمه بتقولها أميرنا سمعها وبيستحلف لها، وبتزودها بليفل اعلى في الدلع، وبتقشر له العنبايه وبتقدمها له. والطاووس المهووس بيتاثر وبيقول لها ده انت فعلا معجبه حقيقيه، ودموعه بتكون نازله وكانه في بحيره وحاسه انه فاضل له كده شويه وهيغرق، وبيقول لها هقبل هديتي من معجبه، وبيقرب ياكل العنبايه من ايدها. لكن وأميرنا بيخنقه وبيرميه لبعيد في قفصه، وهو بيقول ايه الراجل ده، ده مخيف وفظيع قوي. والامير المتعصب بيشد بندتنا اللي نسيت شويه نفسها، وبياخدها وبيشيلها، وبيأمر ان الطاووس ده يخرج من القصر حالا. وفعلا الحرس بسرعه بينفذوا اوامره، وهي بتقول في نفسها انا من غير ما اقصد السبب في اذيته، وبترجع تحاول مع أميرنا علشان تستعطفه، وبتحلف له انه الطاووس ده هو نفسه نجمها المفضل وبس كده. لكنه وبشده بيقول لها اسكتي، وبيكمل بانك نسيتي الوعود الثلاثه اللي وعدتيني بيهم، وبيستحلف لها لما يبقوا يرجعوا القصر سوا، ودلوقتي بنروح معاهم للقصر. بعد ما أميرنا وبندتنا وصلوا وهي قاعده على كتفه وبتحاول تصالحه وبتتشقلب كده علشان تراضيه، وأميرنا الوسيم ومن غير اي مقاومه بيسلم لها قلبه من كلامها الحلو. وهي بسرعه اول ما بتيجي الفاكهه بتروح علشان تقدمها له، وبتقشر له العنبايه وبتقدمها له، لكن دي بتفكره بلقطه مع الطاووس المهووس، فبيتحول وبيقلب. وهي بتقول هو ليه زعل قوي كده، ده انا حتى خدمتي معاه 5 نجوم واحسن. وبيشاور لها على الفاكهه المشوكه اللي قدامه علشان تقشرها، فبتقول هو ده تقشير ولا عايز يعاقبني، بس هعمل
بعملها علشان يصالحني وبندتنا لما بتحاول تقشرها بايديها الرقيقة بتتشوك وبتتجرح، وهو بيتخض عليها قوي، وهو في خياله حبيبته الجميلة اللي خطفت قلبه، وصاحبتنا بتقول في نفسها خاف عليا ونسي زعله مني، بس يا ترى بيحبني وبتحاول انها تسمع كل كلامه، لكن ده أميرنا بيقرر يمشي ويلحق قلبه قبل ما يولع، لكنه برضه في عنده وبيقول لها اوعي تخرجي من هنا، وبيخلي بندتنا بتزعق وبتقوله اوعى تكون من تاني ناوي تحبسني. اما أميرنا اول ما بيخرج بيقول هبقى ادي اوامري علشان محدش يأذي الطاووس المجنون، لكن مش النهارده، لما بقى ابقى افضى. لكننا ولما بنروح علشان نشوف ايه اللي حصل له بنشوف الملكه المنافسنا جاياله ومعاها الخادمات وناوياله، ودي كانها ما صدقت. اما هو فبيزعق وبيقول يا جماعه حد يلحقني، ولما بنروح لبندتنا بنلاقيها عماله بتلف حوالين نفسها ومدياها تفكير في الامير اللي رجع وحبسها من تاني، فبتقول هكسر القلاده السحريه وبكده هستدعي السحر المجنون ويجيلي لحد عندي زي ما قال لي، بس ده ساعتها هخسر كل فساتيني الجميله وللابد وهيختفوا، لكن انا برضو لازم اخليه يجي ينقذني ويشوف حكايه نجمي المشهور اللي انا ورطته. فبتكسر القلاده السحريه وبتستنى تشوف ايه اللي هيحصل، وبتتجنن لانه السحر بيتاخر، فبتلقاه جاي ومصربع وبيسالها ايه اللي حصل لها، وبعدها بيقول لها مش باين انك انتي في خطر، فبترد لا انا كويسه، فبيتعصب وبيسالها وليه كسرتي القلاده السحريه، فبترد كان عندي حاجه مهمه، وبتحكي له عن نجمها المشهور واللي جه بالغلط بسبب سحره المجنون، وهو بيستغرب وبيقول انا امتى عملت كده، هو الواد ده بيسحر وهو نايم على نفسه ولا ايه، فبيكمل عامه انا هنقذه. ولما بنرجع للطاووس المسكين بيكون لسه بين ايدين المنافسنا والخادمات اللي معاها، وواحده منهم بتقرب منه والسكينه في ايديها، والطاووس بيقول لا بقى دي مساله حياه او موت، وبيوقعها على الارض وبيديها. فبيسمع المنافسنا بتقول للحرس خدوها وخلصوا عليها دي مش نافعه في اي حاجه، والطاووس بيستغرب من جنانها وبيقول دي عادي خالص كده بتأمر بقتلها، فبيترعب منها لا، ودي كمان بتمد ايديها علشان تشده، وشكلها الفظيع مخليه يا حرام عمال يصرخ، وهي بتكلم روحها وطمعانه في ريشه الجميل لنفسها، وبتقول بعينين مليانين بالشر لو كلته كمان ممكن اخد من جماله جمال، جمال ايه دي شكلها طالع من فيلم رعب، والطاووس متغاظ منها وعمال يشتمها، والغريبه ان هي بتحس بكده، فبتتوعد له انها هتنتف كل ريشه، بس ده الطاووس المهووس هو كمان مش سهل ابدا، وبيقرر ان هو يوريها، وبيقول ما بدهاش بقى، وبيبهدل لها وشها، فبيخليها بتتجنن اكتر، والغيظ مخليها مولعه في نفسها. وبعدها خادمات اللي معاها متكومه على الارض وبتكمل بوصول الساحر، والكل بيفتكروا شبح، فبتقع من اول ما بتشوفه. اما الطاووس فالسحر بيقول له انا جيت علشان انقذك، لكنه بيرد وبيقول له مش عارف ليه مش مصدقك وشكلك كده مش سالك معايا، فبيعرفه ان واحده من معجباته طلبت منه ينقذه، والطاووس زي عادته بيرجع يعيط ومتأثر قوي، والساحر بيقول له اسمع اوامري يلا سبقني وانا هبقى حصلك، لكنه في طريقه بيتوه، وده كمان بيقابله كلب مفترس، واغرب حاجه بتحصل له انه سويم هو الوحيد اللي بيقابله وبينقذه. ودلوقتي بنروح للناحيه التانيه وبنشوف بندتنا لسه مدياها تفكير ومراقبه، وعلى سور الحديقه واقفه وبتحاول بالليل تهرب وتاخد فرصتها، وبتتفاجئ لما بتسمع الامير لسه صاحي وبتقول دي قطه، لكن هو ليه صاحي لحد دلوقتي، ويا ترى بيعمل ايه في نص الليل كده. ولما بتقرب وبتبص بتشوف أميرنا الوسيم وهو بيقلع هدومه، واول ما كده بتلمحه بتتكسف على الاخر، لكن كمان بتصدم لانه ظهره فيه جروح كتيره، والدراما بتاخد معاه حدها وبتتخيله وهو طفل صغير وفي حد بيعذبه، وبتقول ليه كده ده اكيد كان طفل
أمور من يجيله قلبه يعذبه، ودموعها نازلة علشان أميرنا، فبتنسى نفسها وبتزحلق وخلاص هتقع، فبيسمع صوتها وهي بتصرخ، وأميرنا الوسيم بإيديه بيتلقاها ولا أجدع حارس مرمى، بس بيقول لها انتي محتاجة تعمل رجيم شوية، ده أنا خلاص دراعاتي هتتكسر. يا ابني ما ينفعش حد يقول كده لأي أنسة، وبندتنا الشقية بصاله ومركزة مع شوية، وأميرنا الوسيم بيقول لها هي عينك رايحة فين؟ فبترد وهي مكسوفة، لا أنا مش بصة، وبتكون مش ناقصة وفي عز كسوفها، بس مش قادرة دافع عن بندتنا الشقية، وهي فعلا على أميرنا الوسيم بصة، وهو لما بيلاحظ ده بهزار مع الشقاوة بيقربها منه أكتر. أما النهاردة فبنشوف صاحبتنا وصحية بدري ومديها نشاط، بس بيبان لنا إن صاحبتنا بالجري متعاقبة، وأميرنا واقف لها وبيعدلها علشان تكمل، وده كمان عامل لها نظام رجيم علشان تقلل وزنها، وبعدها بياخد بندتنا علشان يديها شاور بنفسه، وبيقول لها دي حاجة مهمة جدا علشان تهتم بنفسك، وهي بترد عليه خلاص سيبني وانا هاخد شاور لوحدي. واغرب حاجة بتحصل ان هو بيرد عليها ومستغرب منها، وبيقول لها بس دي مش اول مرة، فبيخلي بندتنا بتزعقله، وهي بتقوله بس انت دلوقتي عرفت اني بنت واللي بتعمله ده بيكسفني، وهو لسه باصص لبندته الصغيرة اللي قدام عينيه، وهي بتقول ده انا بيني هتعب معها قوي، وبتحاول تفهمه وان هو لازم يفتكر حقيقتها كل ما يشوفها، وبتقوله ان اليوم اللي هي مستنياه قرب قوي، وبعدها هترجع لطبيعتها وترجع لبيتها. اما هو فعنه رايحة لكياتة بندتنا، وبيقول لها قصدك ايه؟ يعني قصدك تسيبيني؟ وبيمد ايديه، فبتقول هو ناوي يعمل فيا ايه؟ فبيفاجئها وبكل رقة بياخدها بين ايديه، وباخر دلع بينشف بندتنا، وأميرنا بيسأل نفسه عن احساس جديد بيحس بيه وغريب عليه، وبيقول انا مش عايز اسيبها، انا وقعت في حبها. بنشوف بطلتنا الجميلة وهي بين ايدين أميرنا الوسيم، وبندتنا الكيوت بتقوله بدلع ارجوك تكون معايا ارق من كده، فبيقعد يفكر في حاجة تسليه وتخليه كده يقدر شويتين يتقل، ودلوقتي بيبدأ رئيس الخدم بالقط ابو فروة نعمة، بس ده اول لما أميرنا بيلمسه بيتحسس من فروته وبيقوله ابعده فورا، والدور على الكلب المدرب، لكن برضه حركاته بتضايقه وبيقول ده اوفر قوي. اما الضفدع بقى فبيعمل له فزع مفزع، ورئيس الخدم بيقول له ما تيأسي يا مولاي، وبيقدم له كلب البشو، وبلقم بيقول له ده يشبه الباندا، بس بصت عيون أميرنا مبينه قد ايه شايفه ممل جدا، وبيقول ده مش شبه باندتي الكيوت ابدا، وبيؤمر رئيس الخدم ياخدهم كلهم ويبعدهم عنه، وبيمشي لبعيد وهو سرحان في خياله، وبيفكر في البنت الجميله اللي وقع في حبها، وبندته الكيوته اللي بيغير اول ما حد يلمسها او حتى يبص لها، وبيعترف مع نفسه انها اخدت قلبه. ولما بنروح لبندتنا الكيوت بنسمعها بتقول حاسه بان هو اتغير من ناحيتي، بس هو ليه اتأثر قوي كده؟ معقوله ممكن يكون بيغير عليا وشويه؟ وبتقول ايوه هو اكيد كده، ما انا برضو مفيش زي ابدا. وبتروح في النوم. بالذمه بيعجبني قوي سكت بندتنا في نفسها. اما دلوقتي فبنروح للطاووس المهووس، وبيرسى به الحال وهو في دين سويم ومستخبي من كلب شراني بيطارده بعد ما بيجري وبيستنجد بيه، وسويم كمان بيقول الطاووس الجميل ده شكله كده حباني، وبياخده وبيتمشى بيه، وبيقول له وريشك الجميل ده محتاج تستحمى علشان يلمع اكتر، وفعلا دلوقتي بنشوفه بيشده وعايز يديله شاور بالعافيه، وبيقول له انت لازم ريشك يلمع. اما الطاووس فبيصرخ وبيقول له سيبني انا كويس قوي كده، لكن وفي نفس ذات اللحظه السحر بيتفعل وبتحصل له أغرب حاجة ممكن تحصل، وسويم بيدور وبيقول هو الطاووس اختفى كده فجأة، وبيمد له إيده علشان يشده، لكنه بيصدم أول لما بيلاقي إنه اللي طالع في إيديه شاب صغير بشعر أصفر وهو جاستن، وبيبقى هيتجنن من اللي بيحصل قدام عينيه. وبعد كده بيسأله إيه حكايتك؟ فبيحكي له عن السحر المجنون وإنه هو اللي عمل كل ده، وبعدها بيطلب منه يجي معاه يشوفه واحد
واحدة من أشد معجباته وهي صاحبتنا، وفعلا علشان كده بنشوفهم بيروحوا لها من الصبح بدري ونازلين فرجة على اللي بيحصل بينها وبين أميرنا. وسويم بيبص لها وبيقول ما كنتش هصدق أبدا إنه البندة الصغيرة دي تبقى بنت جميلة، ودلوقتي فهمت سبب غيرة الأمير عليها. وبيقربوا منهم، وأول لما أميرنا بيلمحهم الغيرة بتعمل معها عمايلها، أما بندتنا فبتشوف بنفسها نجمها المشهور قدامها، وهو كمان بيجري عليها فبتنسى روحها وبتجري تروح له ولا واخده بالها من أميرنا اللي الغيرة ولعت في قلبه. فبيقول ومين بقى الشاب ده، وبيشدها لبعد عنه، أما هو فكمان بيلاقي اللي بيشده قبل ما يجيبه لنفسه، وبيفضل الوضع على الحال ده. وأميرنا ماسك بندته بين إيديه، وجاستن بيقول إزاي الأمير يعامل واحدة من معجباتي بالشكل ده، أنا لازم أوقفه عند حده. وأميرنا بعصبية بيشخط وبيأمر بطردهم هما الاتنين اللي برا، أما بندتنا فبتقوله ما ينفعش بسهولة كده تطرد نجم مشهور زيه. فبيرد والغيرة بقت بقى على ليفل عنده، إزاي تتكلمي قدامي عنه كده، وشكل صاحبتنا داخلة على عقوبة جديدة من أميرنا، وبصراحة هي اللي جابته لنفسها، ده الغيرة باينة عليه ومولعة فيه. وبعدها بنشوف جاستن بيفكر شويتين وبرضه العند واخده، وبيحاول يستعمل الحبل ويدخل القصر، وسوين بيقول له خليك فاكر ان قلت لك ان انت هتندم. فبيرد وبيقول له ان هو يسكت خالص ويساعده ويحاول يطلع زيه، وسوين بيفاجئه وبخفه بيطلع وفي لمح البصر بيكون سابقه، وبيردها له وبيقول له جرب بقى ان انت تعمل زيي، والواد بيفضل مصدوم منه وباصص له. وبعدها هما الاتنين سوا ما بيصدقوا وبيقولوا الظاهر انه بالليل الحرس مش موجودين، وبيدخلوا وجاستن مبسوط قوي بنفسه لكنه بياخد الصدمه بجد لما بيشوفوا الحرس واقفين بسيوفهم، ودول كمان بيرفعوها في وشهم وبيقدموهم للامير واللي بيؤمر باستجوابهم. وسويم بيضطر يشيل قناعه وبيبينوا نفسهم، اما جاستن فبتروح منه وبيأنبه على معاملته لواحده من معجباته، اما اميرنا فما بيهزرش في ردة فعله وبيرفع سيفه في وشه. فبيقول له وهو بيجري منه خلاص اهدى، ازاي تعمل في ايقونة الموضة وسفير الجمال كده ولسه بكل سرعته بيجري من قدامه، طب وكانت ليه الفرهدة دي يا ابني كلها من الاول؟ لكن ولما بنروح لبندتنا بنلقاها في دنيا تانية، وبتكون بتتمنى انه الشهر الجديد يجي بسرعة علشان تخلص مهمتها وترجع من تاني لطبيعتها. وبعد شوية ايام بنلقاها بتعدي، واليوم اللي صاحبتنا مستنياه بيجي، والسحر فعلا بيتفعل وهي بتتحول لبنت جميلة بتبص لأميرنا بعيونها الحلوة وفرحتها على آخرها، وبتقول النهاردة هو اليوم اللي بقالي كتير مستنياه، ودي كمان بتقرب من أميرنا، لا ودي كمان محضرة نفسها، أما هو فبيبص لها وبيقول في نفسه أول ما ده هيحصل هي هتسيبني وهتمشي، وأميرنا بيديها عند معاها. فبتقول له إحنا سبق واتفقنا مش كده؟ فبيقول لها لا وبيبعدها، وبيكمل إحنا ما اتفقناش على حاجة أبدا. وصاحبتنا بيفيد بيها ومش مصدقة حكاية إنه بسرعة كده نسي، وجاستن وقف بينهم ومستغرب من اللي بيحصل منهم، وبيقول اسمعوا لي أنا سفير الرومانسية، وبيقرب من أميرنا يديله شوية نصايح تنفعه، فبيخليها مكسوفة على الآخر من كل اللي بيحصل ده. وبصراحة الوضع بيبقى آخر مسخرة، وصاحبتنا بتكون مستنية نتيجة نصايحه لأميرنا، وبحماس بتقرب من تاني منه، وبتحس بأنهم بيعيشوا لحظة مبينة إحساسهم، وسفير الرومانسية لسه باصص لهم وبيشجع، والجنان بيبقى على آخره. فبيفاجئها أميرنا وبيبعدها من تاني عنه، فبيخلي سفير الرومانسية بيزعل منه وبيقول له ليه كده، ما انت كنت ماشي كويس قوي. أما سويم فبيتدخل وبيقترح إنها تتحول قدامه للباندا اللي الأمير متعود عليها، فبيخليها بتقول في نفسها وده عادي يعني، أنا حاسة إن هو ده اللي مهزلة بالذمة، الأمور كلها خرجت عن السيطرة، بس صاحبتنا بتسمع الكلام خالص وبتتحول فعلا، وبتظهر بندتنا الكيوت وجاية وعلى الآخر متدلعة. وأميرنا بيقرب منها وهو سرحان وفي دنيا تانية، وفي سرحانه بيتخيل حبيبته الجميلة وبتخليه مشحون بالرومانسية، فبتقول بسرعة أرجع وتحول لبنت قبل ما يرجع في كلامه. وبنشوف قدامنا بنت جمالها روعة وبتقرب منه، وأميرنا بيمسك ايدها وقبلة رقيقة في خدها، بس هي بتقوله لا دي ما بتتحسبش، وواحدة تانية في شعر صاحبتنا
وده كمان بيبوس ايدها، وهي بتقول له مش ممكن تكون مش قاصد تفرسني، وبتروح منها خالص وبتبص له وهي بتصدمه بغيظها، ودي كمان بتكسر الحيطه اللي جنبه وبتقول له لازم تنفذ اتفاقنا ودلوقتي حالا. وبنشوف امرنا وبين عليه كده بيعلن استسلامه، لكن الحارس بيوصل وبيقطعهم وبيزعق بصوت عالي وبينادي على الامير وبيعرفه ان الملكه بتطلب مقابلته، فبيقول لها وبرقه استني ثواني وراجعلك. واول لما بيمشي صاحبتنا بتصرخ وبتقول ليه هو معاندني كده، اما سويم الخبره فبيقول مش قادره تفهم انه الامير واقع في حبها ورفض فكره انها تسيبه وتمشي. اما دلوقتي فبنروح مع امرنا ومقابلته مع الملكه المنافسنه، وبيسالها ليه طلبتي مقابلتي، فبيلقاها فجاه كده ومن غير اي مقدمات بتديها مع سهوكه وبتقول له انت وحشتني، وامرنا برضه مش بيأثر معاها ابدا وبيزقها، وهو بيعرفها انه يجي 100 مره بيطلب منها تشيله من دماغها، اما هي بزيرو كرامه بترجع وبتزعق وبتقول له لا انت اكيد بتحبني جدا، فبيرجع وبيصدمها بانه ده بس مجرد وهم في خيالها وهو ولا واخد باله منها، وتحس كده انه كلامه دمرها وامرنا حرقها وسابها، فبتحاول بكلمتين تدهم له وتاخد طارها، فبتقول له عمرك ما هتلاقي واحده تحبك، فبيقول في نفسه وهو بيفتكر صاحبتنا الجميله هي هتحبني، وبيكمل وهو بيتمشى اكيد هتقع في حبي زي ما وقعت في حبها. وامرنا في طريقه بيلمح واحد ومراته وبيتخانقوا بس، وبعد شويه بيقول لها انه جاب لها هديه بتحبها، وفي ثانيه واحده الحال بيتبدل بينهم وهي بتحضنه بنفسها، وبيروحوا وهما كده اخر سعاده سوا. وامرنا بيقول لقيت الفكره وهجيب لها هديه، وبيطلب من رئيس الخدم يجيب له اجمل الهدايا واغلاها، وفي باله ان هو اول ما يقدمها لها هترضى عنه وما تفكرش تسيبه ابدا. اما رئيس الخدم فبيقول هو ليه الامير طلب مني الاكسسوارات دي كلها فجاه، وخياله بيشطح لبعيد جدا، فياريت يوقف افكاره وما يفكرش احسن. وامرنا بيقاطعه وبيامره يوصل الهدايا دي كلها للباندا، والراجل مش مصدق اللي بيسمعه بودانه وبيقول الهدايا دي كلها للباندا الصغيره، طيب ازاي بقى؟ والامير بيكمل عليه وبيامره يوصل لها كمان المفتاح ده لو عايزه اكتر. اما الراجل فبيجنن على الاخر وبيقول له يا مولاي دي في الاخر باندا صغيره وممكن الحاجات الغاليه دي تضيع منها. وامرنا من غير ما يفهمه بيشخط ومبين له الوش المولع وبيقول له نفذ اوامري من غير ما تسالني. وفي اليوم الجديد كل اللي في القصر الملكي بيصحوا على خبر قتل الملكه، والكل مستغرب وبيقول مين اللي عملها، والجد بيقول بغضب ازاي قاتل يقدر يتسلل للقصر وفين الحرس، فبيرد عليه كبير الحرس بانها في الليله دي ما قابلتش حد غير الامير، والكل بيصدموا اول لما بيسمعوا كلامه. لكننا بنشوف ايه اللي حصل بعد مقابلته للملكه، وانه فيه شخص هو اللي سلل لها وعمل كده، والجد بيساله على اللي راح يقابلها في الليله دي، وهو مش بيلاقي حاجه يقولها لانه عايز يداري على عملتها، فبيرد وبيتردد فبيتلخبط وبيدي فرصه للاشاعات بانه هو اللي اكيد قتلها. والجد بيامر رئيس الحرس يشدد الحراسه على الملك الصغير، لكن امرنا بيفاجئهم وبيطلب تكون الحراسه تحت ايديه علشان يضمن حمايته، لكن واللي بيخطر في بال الكل بانه عايز من الحكم يتمكن، وملامح وش ملكنا الصغير مبينه حزنه ومعه غضبه، وبيقول عايز يسيطر عليا، بس ده بيرد امرك يا عمي. ولما بيقعد مع نفسه بنشوفه دموعه نازله وبيطلع غله في الفخار اللي بين ايديه وبيغل في نفسه حتى وايديه بتنزف، وبيقول عمي ناولي على الشر بس انا مش هسكت. ودلوقتي فجاه بندتنا بتظهر وهو بيفرح بيها اول لما بيشوفها، وصاحبتنا بتقول له انا جيت علشانك وكمان سمعت الاشاعات اللي بتتقال فاوعى تصدقها، صدقني عمك بيخاف عليك وبيحبك. وملكنا الصغير بيقول في نفسه حتى الجنيه في صفه هو ليه الكل بيخاف منه، والظاهر كده ان هو ممثل شاطر لانه بيرسم ضحكته على وشه وبيعمل نفسه مصدقها، بس بلقم بيقول في نفسه لو خليتها معايا ده اكيد هيضايقه، فبيطلب منها تتحول لباندا وتفضل معاه، وفعلا اول ما بتتحول بيفرح بيها قوي وبيترجاها تفضل معاه الليله دي لانه بيخاف ينام لوحده. وصاحبتنا ما بتقدرش تقاوم كياتة ملكنا الصغير فبتوافقه وبتخليه في منتهى السعاده، لدرجه ان هو بيرتاح وبينام في مكانه على الارض جنبه
جنبها وهي بتشيله وبتنيمه على سريره. وبعد شوية وقت أمرنا بيوصل علشان عليه يطمن، فبيتصدم لما بيشوفها قاعدة ومنيماه بهدوء على رجلها. وأول لما بيتكلم بتقوله وطي صوتك أنا نيمته بالعافية، ولقطة الحنية دي كلها بتودي أمرنا في حتة تانية، وبيتخيلها كأنها زوجته الجميلة اللي حضنها طفلهم الصغير، لكنها بتخرجه من حلمه الجميل ده وبتأنبه ليه بيعامل ملكنا الصغير بقسوة دايما. فبيرد بأنه هو ملك المستقبل ولازم يتربى بقسوة علشان يجمد، وبيفضل يردد كلام كتير كده ورا بعضه، فبتبقى عايزة تسكته، واخرتها بيخرج وبيسيبها وهي في حالة صعبة، وبتقول هو ليه دايما مش بيديني اي فرصة افهمه. اما بعد ما بيمشي فبنشوف شيطان وعد متشيطن، وبيقول صحيح ما اقدرش اقرب منه لكني هروح انتقم من البنت اللي بيحبها. وفعلا بيروح لصاحبتنا وبعنين مولع نار بيمد ايديه ناحيتها، بس اول لما يلمسها سحر القلادة بيخليه كأنه بيتكهرب. لكن هو برضو قبل ما بيمشي بيستحلف وبشر انه لازم هيرجع. ودلوقتي بعد ما بتعدي شوية ايام بنشوف امرنا قاعد بيتكلم مع سويم في اخر اشاعات قتل الملكة، وفجأة هما الاتنين بيحسوا بانفجار مدوي وبيجروا يشوفوا ايه اللي بيحصل، فبيشوفوا صاعقة جامدة البرق سببها. وبعد كده بنشوف انه امرنا بيقلق لانه كل ده بيسبب حرائق كبيرة جدا، وبيؤمر بمساعدة اي حد اتضرر. وامرنا في المجلس بيدي توصياته وكل بيرد عليه امرك يا مولاي، اما ملكنا الصغير فبيعد على اسنانه من غله منه، وبيقول هو انا يعني علشان صغير محدش ياخد رأيي؟ وده ما بيصدق. اول لما امرنا بيمشي فبياخد راحته وبيقول اللي في نفسه، وده كمان نازل شتيمة عليه لكنه بيتخض. في وسط ما هو بيتنطط كده لما بيلاقي قدامه شطان بعيون من نار وبيقول له أنا ممكن أساعدك. وبعدها لما بنروح في مكان تاني في القصر بنشوف الأمير ومع السويم، وهم بيقولوا الحل الوحيد في أن المطرة تنزل وهي تطفي الحرايق. وصاحبتنا أول ما بتسمعهم بتقول لهم أنا ممكن أتصرف، وفعلا بسرعة بتستدعي الساحر وهو بيظهر قدامهم فجأة. لكننا بنشوف حاجة غريبة بتحصل أول لما أمرنا والساحر بيتقابلوا سوا، وكل واحد منهم بيبص للتاني وبيقول له أنت وده، شكلهم كده فيه سابق معرفة بينهم. وصاحبتنا بتفرمل الساحر وبتقول له خد بالك إن أنا اللي استدعيتك، لكن هو بيكون مش معها أبدا ومكمل في كلامه بانه الشخص الوحيد اللي يقدر يحل المشكله دي هو، وبيشاور على امرنا. وهي بتديها استغراب وبتساله هو انت عايزه ايه يوقف البرق ده مستحيل. والساحر بيرد عليها انه الامير عنده قدره يعمل ده لانه اللي اتسبب في ده هو قائد عشيره الشياطين وهو اكترهم حب للقتل وللدم. والساحر المجنون شكله بيكون قدامهم كانه بيحكي فيلم رعب، وهو لما بياخد باله بيقول لهم بس اقول لكم بلاش تقلقوا، وهي بتساله ايه قصده. وفي الوقت ده امرنا بتخطر في باله لقطه من ذاكرته، والساحر بيكمل ان هو عشان يستعيد قوته الخالده لازم له طريقه، اما هي فمستغربه قوي كلامه عنه، فبيوصفه بانه في الماضي كان صديقه التوأم. وفي نفس اللحظه امرنا الذكريات بتكون كانها طوفان جواه، وهو بيفتكر ملاك البنده الجميله، فبيقول يا ترى هي مين وليه افتكرتها دلوقتي. وبنظرة منه لبطلتنا بيحس ان هو لايق عليها قوي تكون هي نفسها. وامرنا في اللحظة دي بيسأل اعمل ايه علشان اقدر استعيد قوتي، والساحر بيرد عليه دي بسيطة جدا وده هيحصل بعد القبلة التانية. اما صاحبتنا واول لما بتعرف بتسأله يعني كل ده كان بيحصل علشان يقدر يستعيد قوته ودي بتتجنن عليه. والساحر مجنون بيرد برعب استني انا هفهمك، اما هي فلسه مكمله في جنانها وبتقوله تفهمني ايه بعد كل اللي انا شفته بسببك، فبيحاول يهديها شويه بانه هو اختارها لجمالها وبيحلف لها انه دلوقتي ناوي يرجعها، لكن ده صاحبتنا بتخرج خالص عن السيطره ومش راضيه تسيبه ابدا، فبيفهمها ان خطته دي كانت لازمه لانقاذ العالم، فبتقوله وانا موافقه بس في الاول سيبني اقتلك.
وبعد شوية وقت بتتحول لباندا وبتكون هي والسحر المجنون آخر فرهضة. ولما بتبدأ تهدى بتقعد تفكر إن هي والأمر الوسيم بقى مصيرهم واحد، وبندتنا بترجع من جديد تتحايل عليه ومحتارة فيه. وفي نفس الوقت ده وبالصدفة سويم بيسمع كلام ما بين ملكنا الصغير وقائد عشرة الشياطين، وملكنا بيسأله ليه اتسببت في حرق مدينتي، والشيطان بيرد كله في مصلحتك وهخلي الأمير يفشل في حكمه للمملكة، وكلامه بيجي على هوا الملك الصغير، ويا حرام بتخدعه الفكرة. وسويم بعد اللي سمعه ده بيروح يحكي اللي سمعه الأميرنا، فبيخليه يفكر وكمان يقرر انه لازم يرجع قوته. وفي وسط ما هو سرحان كده بتحصل له حاجة اخر غرابة، وبيشوف قطة شقية بتظهر له شوية بشوية، وهو هيتجنن وبيقول دي هي، معقولة ايه اللي هي عاملة في نفسها ده؟ اما صاحبتنا فبتبدأ العرض وبتقول انا لازم ابهره، لكن أميرنا ولا بيتأثر، والسحر المجنون بيقول لها مش قلتلك؟ اما هي فبترد انا عندي خطة تانية، وبتروح تمثل قدامه انها بتغرق وبتناديه ينقذها، بس ده هي مش واخدة بالها انه المية حتى مش مغطياها. وبعدها بتقول لو شافني باندا هيخاف عليا اكتر لاني صغيرة، بس برضو بتنسى انه الباندا شاطرة في العوم قوي. وصاحبتنا بتجيلها فكرة تالتة انها توقع نفسها وتطلب منه ان هو ينقذها، وبعدها بتحاول تشد انتباهه بفكرة حلوة او تعمل نفسها تعبانة ومحتاجة مثلا. وبتفضل صاحبتنا على الحال ده لحد ما بيتبقى يدوب 30 ثانية، واخيرا وبعد كل ده أميرنا بيسألها وهو بيعتبها برقة عارف انك مستعجلة علشان تسيبيني، وبصوت هادي بترد صاحبتنا ابدا انا كل اللي عملته النهاردة كان علشانك انت وعلشان تسترجع قوتك وكمان تنقذ العالم. وأميرنا الوسيم بيرد وكمان حطيتي بين ايديا مستقبل العالم، وهي بتقول له وبسرعة خد بالك مفيش قدامنا غير 5 ثواني. فبيفاجئها أميرنا الوسيم وبيقربها منه في لقطة مليانة بالرومانسية، وبعدها بيقول لها علشان خاطر حبيبتي وكمان انقذ العالم. وصاحبتنا بتبقى حالتها حالة، وبندتنا زي عادتها اخر شقاوة. اما أميرنا فبيشوف في خياله لقطة له مع حبيبته الجميلة، وهو بعدها وفي لحظة بيحس بقوة هائلة في جسمه، وأميرنا شكله بيكون روعة وبيسحر بندتنا اللي بتشوفه، وهو بيفتكر كل تفاصيل حكايته معاها، وبقت دافية بيقرب منه بندته الكيوت وبياخدها في حضنه، بس هي لما بتلقاه بيضمها بزيادة بتقوله بالراحة عليا شوية بالزمة بالراحة يا أميرنا وما تبقاش أوفر كده. أما الساحر فبيفكروا بأن أهم حاجة يعملها بقوته اللي رجعت له يروح لعشرة الشياطين ويهزمهم، وأميرنا بيرد عندك حق، فبيقدم له قلادة تكشف له عن مكانهم، لكن أميرنا بيقول له ملهاش لازمة أنا عارفه كويس قوي، وبنشوفه بيطير بكل قوة وبيروح لهم، والسحر الغامض متأثر قوي وبيقول أخيرا صاحبي القديم رجالي، لكنه وبكل حماس بيشد بندتنا وباخر سرعه، وهي بتقول هو ايه اللي حصل للاتنين دول كده فجاه. اما دلوقتي فبنروح مع أميرنا بعد استعادته لقوته الاسطوريه، ومن ذاكرته بيقدر يوصل لمكان عشرة الشياطين، ومن اولها كده بيلاقي قائدهم واقف وشكله مستنيه، وأميرنا بيقول له ان هو جاي يوقف شره من العالم كله، وبيلقاه بيديله استجواب وبيساله في نفسه هو انت البطل المنتظر بقوته الاسطوريه؟ وأميرنا بكل جمودية بينزل لعنده، وهو بيرد عليه بغرور معدي ايوه هو انا وزي ما سمعت عني كده واكتر، لكن قائد الشياطين بيعرف ان هو استعاد قوته، بس دي اغرب حاجة بتحصل ان هو بيفرح وبيقول له قبل ما ترجع لك كان مستحيل اقدر اقتلك، لكن دلوقتي وقوتك مش كاملة هتكون فرصتي واخلص عليك. وبعدها بنشوف معركة جامدة بينه وبين أميرنا، والسحر الغامض بيكون وصل ولسه بيشد بندتنا علشان يلحق ويشجع صاحبه، بس ده وأول ما بيوصله بيقع، وهي بتقوله فكر بسرعة في حاجة نقدر بيها نساعده، لكنه بيرد وكله ثقة في صاحبه بأنه مش هيحتاج لمساعدة، لكن هي بتكون بصة وشايفة بأنه تعويذة قائد الشياطين مأثرة في أميرنا، وده بعد كده بيتمكن منه وبيحدفه فبيقع بشدة، وهي بتقوله لا بص وشوف كويس اللي بيحصل. فبنشوفهم هما الاتنين سوا بصين وخلصين
خايفين من اللي شايفينه قدامهم، وبندتنا بتطلب منه لأنه ساحر لازم يساعده، وهو بيقول لها أنا صحيح ساحر بس ما عنديش أي قوة قتالية، وبندتنا بتقول له طيب سيبني أنا اللي هتدخل وأساعده، وهو كل اللي بيعمله بيقدم لها شوية حاجات وبيقول لها يمكن حاجة منهم تنفعك، ولما بنرجع للمعركة بتكون نتيجتها مش مع أميرنا أبدا. لكننا في نفس ذات اللحظة بنلمح بندتنا بتقرب، وبخبطة حلوة منها بالمطرقة الشقية بتخلي قائد الشياطين يتخبط ويتلغبط، وهي بتقول لأميرنا أي خدمة، وبالذمة بندتنا جامدة قوي والمطرقة الشقية في إيديها كده، لكن قائد الشياطين المجنون بيقوم وبيهددها إن هو هيخليها سيخ شاورما باندا، وبيفتت لها المطرقة اللي معاها وهو بيبص لها والشر في عينيه منها. لكننا بنشوف بطلنا الجامد وفارسنا الوسيم بيمسك سيفه في ايده، وبندته الكيوت بيحميها بين ايديه وبيرد عليه بقوه اوعى تلمسها، وفارسنا بسيفه وبقوه سحره بيعلمه الادب وبيخلي قائد الشياطين بسرعه البرق بيجري بهزيمته من قدامه، وملامح وشه مبينه قد ايه خيبته. ولما المعركه بتنتهي امرنا بيقول ان هو اكيد اللي تسبب في الحرائق دي كلها، لكن دلوقتي هتتحل حالا. وفي وسط كل ده بيتفاجئ ببندته الكيوت بتشاور له عشان تشكره، وهو بيرد بابتسامة حلوة مع انه لسه متأثر بالمعركة الحامية. لكن اللي بيحصل له انه مش بتعدي ثانية واحدة وأميرنا بيقع جنبها، ودلوقتي بنشوفهم اول لما بيروحوا، وبندتنا مدياها استجواب وتأنيف في السحر الغبي، وبتقول له انت اللي شجعته يدخل المعركة قبل ما يسترجع كل قوته، ودي كمان بتتجنن عليه وخارجة خالص عن السيطرة. وبيكون رده ان هو ما اداليش اي فرصة، لكن بعدها بيراجيها بان هو اداله علاج سحري هيخليه يبقى كويس فورا، وبيكمل وكمان موافق على اي حاجة تطلبيها مني، بس وهو بيقول في نفسه هو انا ليه بقيت بنفذ كل اوامرها. ولما بنروح لامرنا الوسيم بنشوفه وهو تعبان في سريره، وبندتنا قاعدة جنبه وخايفة عليه قوي، وفجأة بتحس بألم شديد، ويا حرام بندتنا بتروح في نوم تقيل تسرح في حلمها الطويل، وفي حلمها بتشوف نفسها شايلة شاب صغير، وهي بخفة دم بتقول له أنا أنقذتك ولازم ترد لي جميلي وتتجوزني. وفعلا بطلتنا الجميلة بتكون هي نفسها اللي في اللقطة. لكننا وفي لقطة تانية بنشوف سفارسنا بيكون مليان بالدم، وهي بتفضل كده على حالها وغرقانة في أحلامها وهي رايحة في النوم، وأميرنا بيصحى وبرقة بيشيلها وحاسس إن هي تعبانة قوي فبياخدها في حضنه، وفي خياله حبيبته الجميلة وأجمل وهي في نومها رايحة، فبيوعدها إن هو مش هيسيبها تاني أبدا. لكنه بيقطع خياله صوت حد بيدخل عليه اوضته وبيلمح سيف قدامه، وفي لمح البصر بيقدر يبعد عنه، ومش بس كده ده بيمسك الايد الصغيره اللي شايله السيف ده، واحنا بنشوف الملك الصغير وهو جاي وملامحه مبينه غله، لكن كل ملامح وشه بتتبدل وبتبان عليها الصدمه، وده شكل حد واخد الصدمه بجد. وملكنا مش بيلاقي حاجه يعملها فبيداري وشه، بس بيلاقي اميرنا بيرفعه في الهوا وبيقول له على فكرة لما هتداري وشك هفضل برضو شايفك، وهو بصص له ساكت ورغم ان هو خايف بس كيوت قوي، وبضحكة لقم بيقول له معلش فشلت المرة دي في انك تقتلني، لكن برافو مسكتك للسيف اتقدمت قوي عن الاول. وملكنا الصغير بيرد انا مش مستني منك انك تمدحني، وبيبقى عايز يضربه فبيديها لف في الهوا من غير حتى ما يقدر يوصل له، وهو مش بييأس وبيقول له المرة الجاية هاخد طري منك لانك انت اللي اذتني وقتلت امي. فبيقرب اميرنا منه وبيعرفه ان هي اتقتلت على ايد قائد عشيرة الشياطين، ودليله ان هي اتقتلت بسبب البرق اللي هو عمله بنفسه بعد ما قدر يدخل ويخرج من غير ما اي حد يحسه. وبحنية بيقول له انت ملك المستقبل فلازم تفكر بعقل اكتر، ولما ملكنا الصغير بيشغل عقله بيقول له فعلا كان عندك حق، وهو كمان بيعرف
عرفه انه قدر يحل مشكلة الحرايق بعد ما خلاص هزم عدوهم سوا. وبيكمل: ودلوقتي باقي امور المملكة اتولاها انت بنفسك. وكلامه بيبدل ملامح وش ملكنا الصغير، والخبر بيفرحه جدا وبيسأله: بس ليه هتعمل كده؟ فبنلاقي اميرنا بيبص على بندته الكيوت وحبيبته في خياله، وهو بيقوله: لانه عندي حاجات اهم خاصة بيا وجه وقتها. وبيطمن وبيسأله لو شايف نفسه قد المهمة. والملك الصغير بيكون في حوار مع نفسه وحاسس بالثقة اخيرا في عمه وان هو بيحبه. وبيسمعه بيقوله ان هو من بعيد هيكون مراقب نجاحه، ولو احتاجه هيلقاه جنبه. فبيرد عليه وبكل حماس: انا قدها وثق فيا. بس بيرجع يسأله عن ايه هي الحاجات الخاصة اللي عنده، وطبعا قصده بندته. فبيخليه يستغرب على الاخر وبياخد بعضه وبيمشي. وبيقوله: ما انا لازم من هنا ورايح انام بدري علشان اشوف المسؤوليات اللي عندي. اما اميرنا فبيرجع لبندته ومن تاني بيسيبها ترتاح شوية، وهو بيقول لها: محدش ابدا من تاني هيقاطعنا. وبحضن دافي منه بيوعدها هيفضل دايما جنبها، واحنا دلوقتي بنشوف صاحبتنا ولسه غرقانة في نومها واحلامها، وبنروح معاها للقطة من الماضي. لكننا بنشوف سيف اميرنا في وشها مع اعتذار منه، وهو بيدخله في قلبها مع انه بيكون واخدها في حضنه. ورغم انها بقوة سحرها بترجع للحياة من تاني، لكنها بصوتها بتقوله: انت من النهاردة هتكون عدوي. ولما بندتنا بتصحى من حلمها بيكون مفيش في دماغها غير اللي شافته، وبتلاقي في سكينة جنبها، ومن غير ما تحس بتاخدها وبتروح تاخد طرها منه وبترفعها عليه وهو نايم. بس هي في لحظة بتنتبه وبتقول: كأني كنت بتحرك وانا نايمة، بس انا ليه عملت كده مع اني بحبه ومش بكرهه ابدا؟ انا ايه اللي حصل؟ ودي كمان بتاخد صدمة عمرها لما بيصحى وهو بيشوفها على الحال ده، وبتقوله بلقم لذيذ: انا كنت عايزة اشلك تفاحة بالسكينة دي. وبتتفاجئ لما بتلقاه كأنه عارف باللي جواها، وبيسألها عن ايه اللي شافته في حلمها وخلاها تعمل كده. ومن سؤاله بتكون مستغربة وبتقول: ده كأنه بيقرأ افكاري. واحنا وفي لحظة جديدة بنشوفها بتفتكر كل تفاصيل حكايتها، وبنعرف ان صاحبتها في زمن بعيد ومكان ابعد كانت عايشة في عالم مختلف جدا، وكانت هي اميرة الباندا. وبنشوفها اميرة جميلة وهي برضو صوتها الحلو مالي الطبيعة الروعة. لكن وكده فجأة بيوقف غناها صوت عالي لخناقة، وصاحبتنا بتروح تسمع اكتر ايه اللي بيحصل. فبتلاقي اتنين بيتسابقوا علشان يوصلوا للبطل الاسطوري، وهي بتقول في نفسها: انا سمعت عنه كتير قوي، لكن ليه الكل بيعملوه بالطريقة دي؟ دول كأنهم حيقتلوا نفسهم علشانه. وهي فجأة بتجيلها فكرة حلوة وبتقول: انا لازم اتقرب منه. وبنشوفها بتروح تدور عليه، وهي حاسة انه مفيش حد هيقدر يقاوم جمالها، والاتنين الواقفين سمعينها ولا فاهمين اي حاجة منها. بس هما لسه برضو بيتصارعوا في مين فيهم هيوصله قبل التاني. وفي الاخر صاحبتنا بتعدي ما بينهم وبتسبقهم، وهي بتقول: قد ايه نفسي اشوف البطل الاسطوري اللي بيحكوا عنه. بس هي بتصدم بعينيها اول لما بتشوفه، وبتلاقي قدامها شاب وسيم بس كل ما فيها ان هو باين عليه اصغر من سنه شويتين كده. وبتقول: هو ده فعلا البطل الاسطوري اللي الكل بيترعب منه؟ لكنها لما بتلاقي الحال كده بتقوله: انت لطيف قوي. وده كمان بيعجبها اكتر واكتر، لدرجة انها بتشيله وبتاخده وبتمشي. بالذمة صاحبتنا طلعت قوية ومفترية قوي. فبتسمعه من ورا ظهرها بيحذرها وبيقول لها: مش هيحصل كويس لو ما نزلتنيش بعد 3 دقايق. وصاحبتنا بتنفذ له طلبه، بس دي بتقف قدامه وبتطلب منه يوافق على جوازه منها. وبيصدمها بانه هو من غير اي مقدمات كده بيرفض طلبها ده وبشدة. وصاحبتنا بتقول له: هو انت ايه مش شايفني انا اجمل بنت في عشرة الباندا، وكمان انا اميرتهم؟ لكنه بيفاجئها بعنده ولسه مصمم
تصمم على رفضه، وهي بتقول في بالها أنا غلط لما عرضت عليه الجواز كده مرة واحدة، لازم أخليه يحبني في الأول. بالذمة بطلتنا أخدتها من على طرف لساني وبتبدأ تقرب منه بحنية بس أوفر قوي، وبتقوله خد وقتك وبراحتك علشان تحبني، بس هي برضو ما قعده جنبها لحد ما يقول لها إنه بيحبها. وهو في الوقت ده بيفتكر صاحبه الساحر واللي عملوا فيه بسحره، وإنه هو اللي خلاه يبان أصغر كده من سنه، وكل ده بسبب لعبة غبية كانوا بيلعبوها سوا، وبزقة من السحر المجنون وداه لعالم تاني وبشكله ده، وبيبقى في قمة غله من صاحبه الغبي إنه يعمل فيه كل ده بسبب لعبة. وبعد ما بيقضي وقت طويل وهو متأثر كده التعب بيبان عليه، وهي بتلاحظ ده فبتغطي وبتقعد جنبه تخلي بالها منه، وبتقول في نفسها أكيد كده هيحبني بسرعة. بالذمة أمرنا آخر كياته وهو صغير، وبنشوف في يوم جديد بطل الأسطوري بيرجع لشكله الحقيقي، لكنه بيلاقيها جنبه اتحولت لباندا، وبيقول أكيد من تعبها وهي جنبي، وبيفتكر لها كل اللي عملته علشانه لحد ما خف وبقى بخير. ووقتها بيكون حاسس بحبه ليها بعد كل حبها له، وبيتفرج على المكان فبيشوف علامات غصون البامبو المتعلقة، وبيقول في نفسه هي مهتمية بعشرتها أكتر من اهتمامها بنفسها. ومن اللحظة دي قلب البطل الأسطوري بيدق، لكنه بيفضل على حاله وفضله شوية وقت، وبيقول بعد فترة هرجع لطبيعتي على طول، والحد ما ده يحصل هفضل معاها وساعتها هكون قد حبها ليا. وكأننا بنشوف صاحبتنا ما بتصدق ومفيش حاجة إلا وبتعملها له، وواخدة راحتها على الآخر معاه. أما دلوقتي فبنشوف البندات الصغيرين جايين، ومن الخوف بيترعشوا مرعوبين وبيبلغوا أميرتهم بيهجم عليهم من وحوش مرعبة. وبعدها بنشوف الوحوش الزرقاء العملاقة واللي شكلها وحجمها لوحده بيرعب البندات الصغيرة، وبطلتنا بالشجاعة وقوة بتروح بسرعة تدافع عنهم، وهي كمان بتقول للوحوش يبعدوا بسرعة عن أرضهم. لكن هي في لحظة بتبص وبتشوف عشرتها المتبهدلة، وبتلاحظ إن انهم في ايدين الوحوش دي كأنهم لعب صغيرة. وفي نفس ذات الوقت القائد الازرقاوي بيقول لها ده انت جميلة قوي، ولو وافقتي تتجوزيني مش هأذي حد منهم. وهي بتقول في نفسها مش عارفة هعمل ايه دلوقتي، وانا حواليا عشرة الباندا كلهم وقعين ومتبهدلين كده. وبطلتنا الجميلة بصة على الوحش الازرقاوي اللي قدامها وبيقول لها تعالي بين ايديا، بس طبعا مش لايق عليها ابدا بعينيه اللي بتطق شرار دي. ومفيش ثواني وبنشوف ضربة سيف قوية بتقطع على الوحش اللحظة العاطفية، وبعد كده بيبلنا بطلنا الجامد وبياخدها في حضنه، وهو بيقول لها ليه جاية لوحدك هنا، وهي من فرحتها مش بتبقى مصدقة نفسها وبتعرف ان هو استعاد قوته الأسطورية. وبنشوف فارسنا الجامد واخدها بين ايديه، وبطلنا بيده التانية ماسك سيفه وبقوة بيقضي على الوحوش كلها وبينقذها هي وعشرة الباندا. وبعدها بيطمن على بطلتنا الجميلة وبيروحوا سوا للمكان اللي دايما بيتقابلوا فيه، وبيكمل في علاجها بقوته السحرية، لكنه بيلاقيها بتعتزله وبتقوله لأني في وقت عدى وقبل ما تسترجع قوتك قعدتك جنبي من غير إرادتك، ودلوقتي ممكن تسيبني براحتك. وبطلنا بيعرفها بحقيقته وان هو قاعد بإرادته، وده لانه بيحبها ودلوقتي هنفضل سوا ومفيش حاجة هتفرقنا ابدا. وبطلتنا بحضن جميل زيها بتبين له قد ايه فرحتها، وبتقول في نفسها هي دي السعادة بس. وفي لحظة صاحبتنا بتسمع صوت غامض بيهمس لها من جواها وبيقول لها ان هو بيخدعك، وهي مش عارفة ليه في وسط سعادتها ده بيحصل لها. اما دلوقتي فبنرجع لبندتنا واللي كانت في حلم طويل وانتهى بكابوس بيخليها حاسة بالتعب، ولما بنرجع لأميرنا بنلقاه قاعد جنبها وهو شايف على ملامحها ان هي قد ايه متأثرة، والسحر الغامض بيقوله انه ده بسبب استعادة ذاكرتها وانها رجعت لحكايات الماضي فجأة، وده مش حاجة سهلة وممكن يخليها تفضل على طول كده نايمة. واحنا في نفس اللحظة بنشوف بطلنا بيستدعي سحره الأسطوري وصاحبه بيزعق جنبه وبيقوله استنى، وانه ده خطر على حياتك، معقولة هتضحي بقطرات من ده دمك لإنقاذها وكل نقطة منه هتديها بيها سنين من عمرك.
وبطلنا كأنه ولا سمعه، وبدمه الأسطوري بيحاول يشفي حبيبته، وهو بيفرح لآخر درجة لما بندته الكيوتة بتفتح عيونها، وبنشوف أميرنا الوسيم وبيقربها منه وعينيه في عينيها، وبيحس إنه هو دمه الأسطوري تمن بسيط قوي لإنقاذها. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا إعجاب وقولولي رأيكم في التعليقات. باي باي.